بسم الله الرحمن الرحيم. بكرة عيد الثورة العظيم، العيد الثامن بكرة، وبكرة هيكون عندنا حدث مهم جدا، والنهاردة كان عندنا أيضا اجتماع مهم جدا، ولكن خلينا نقول لكم بكرة إيه الحكاية. بكرة في عيد ثورة 30 يونيو العظيمة، إيه اللي متوقعينه بكرة صباحا؟ لأن البلد العظيمة ما نامتش، ولا الإرهاب هزمها ولا هيهزمها، ولا هزم مصر ولن يهزم مصر أبدا بإذن الله. مصر اشتغلت رغم الإرهاب اللي كان موجود، وكانت كلمات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحدي رغم التحديات كل مؤسسات البلد بتشتغل، والشعب المصري تحمل كل هذه التحديات. رغم التحديات، كورونا وغير كورونا ومحاولات فوضى ومحاولات اسقاط بلد، والشعب اشتغل. رئيس الدولة قال كلمة: يا جماعة عايزين تواجهوا الأعداء اشتغلوا أكتر، كل ما عايز يخرب اشتغل أكتر، والناس اشتغلت أكتر. ردوا على الناس وردوا على دول بالشغل، وبيتم الشغل. وبكرة هيكون عندنا حدث بيغير حياة أكتر من نص الشعب المصري، نتكلم على 58 مليون مواطن. بكرة تدشين أكبر مشروع في تاريخ مصر، غدا إن شاء الله الرئيس عبد الفتاح السيسي بإذن الله، المشروع اللي سيادة الرئيس وعد بيه شعب مصر اللي موجود في النجع والكفر والقرية. بنغير حاجات كتيرة قوي لم تكن موجودة من قبل، هتبقى موجودة إن شاء الله. حياة كريمة، وعد المصريين بالحياة الكريمة. ضغطوا علينا، أساءوا لينا، شككوا في الدولة ورئيس الدولة ومؤسسة الدولة واللي الدولة بتعمله، شككوا فينا، وقعدوا يشككوا وقعدوا يشتموا وقعدوا ترويج شائعات سنوات، 8 سنوات وقبلها كمان، من 2011 لحد 2014 و15 لحد الفترة الماضية، وبعضهم ما زال لحد دلوقتي الهارب منهم واللي موجود وسطينا منهم. ولكن الدولة أبدا عمرها ما تأخرت وعمرها ما تراجعت. الدولة كانت عند كلامها، وكان كل مسؤول على قدر التحدي اللي كان قدامه. هننزل القرى، جاهزين؟ جاهزين يا سيادة الرئيس، معداتكم جاهزة، شركاتكم جاهزة. طب أنا ليا طلب. كنا مع سيادة الرئيس في مزارع الفيروز بسيناء، سيادة الرئيس التقى الوفد الإعلامي اللي كان موجود وقال: أرجوكوا الناس، عايزين ناس تتحمل، اتحملونا وإحنا بنشتغل، اتحملونا وإحنا بنشتغل يا مصريين، عشان ده محتاج عمل بنية تحتية بنغيرها وبنهد حاجات وبنشيل حاجات وبنوصل حاجات. ده اللي بيتم واللي هيتم في كل قرية مصرية على مدار 3 سنوات قادمة. أكبر مشروع بنغير حياة الناس بجد. مش هنقلك إن أنا لا، على الأقل إن أنا عندك طريق يتعمل، عندك محطة سكة حديد تتعمل، عندك كهرباء مش موجودة هنوصلها، عندك مية هنوصلها، عندك صرف صحي مش موجود هنعمله. احتياجاتك الأساسية الدولة قررت بكرة إن شاء الله أكبر مشروع ربما من عهد محمد علي. من عهد محمد علي حضراتكم نهضة مصر الحديثة. طب بكرة عندنا الجمهورية الجديدة إن شاء الله اللي بيبنيها هذا الرجل اللي بنتكلم بطل، مش مجرد رئيس أبدا. اللي بيحصل في مصر والله والله والله، وأنا مواطن عشت في قرية سنوات طويلة قبل أن أقيم هنا، ولكن بروح بلدي وبشوف حال الناس وعارف متاعب الناس وآلام الناس بجد، والناس تعبانة من إيه، ما يجري في مصر. والموضوع مش محتاج إن أنا أقوله كتير، لم يحدث. صديق عزيز النهاردة بيكلمني في حاجة، قلت له أقسم بالله العظيم ما يجري في أرض هذا الوطن محتاج من كل واحد فينا. 100 مليون يدعو لهذا البطل، دعاء لهذا البطل اللي بيغير حياة بجد الناس. ما في واحد النهاردة، ده انتوا عايز اقول لحضراتكم اجتماع النهاردة بيتعمل مش اول مرة، اكتر من مرة،
عشان أصل العالم النهاردة عنده مشكلة في الأكل وقادم مشكلة في الغذاء. الرئيس النهاردة عامل اجتماع عشان مشروع الدلتا الجديدة، هتكلم عليه بعد شوية. عشان أصل، أنا هقول لك حاجة واحدة بس، القمح هنوصل لإنتاج بعد 4 سنوات من الآن، من الآن، من الآن، خلي بالك، بعد 4 سنين، مش بكلمك على 20 سنة، هيبقى عندك 14 مليون طن قمح. كنت بستورد، استورد مليون، مليون ونص، مش هستورد 5 ولا 6 ولا 7 مليون طن. شوف ده هيوفر لك قد ايه فلوس. طب الذرة، طب السكر، طيب ايه وايه وايه، هنتكلم بعد شوية. هدفه ايه النهاردة؟ بوفر احتياجات الناس. اوفرها ازاي؟ لازم يبقى عندي ارض وصالحة للزراعة في قلب الصحراء. اعمر الصحراء، هنعمر الصحراء، بنعمرها. مشروع الدلتا، لو اوريك لما كانت صحراء، هوري حضرتك الصحراء اللي كانت مشروع الدلتا وجزء منه مستقبل مصر، اللي بدأ من 3 سنين تقريبا او 4 سنين. الصحراء ديت اللي قدامك، اللي هتشوفها على طريق الضبعة ومحور الضبعة، المحور الضبعة اللي هو 3 حارات رايح جاي، محور الضبعة في توجيه رئاسي، المحور ده هيكون 6 حارات تقريبا رايح و6 راجع، يعني المحور ده هيتم توسعته ضعف اللي هو موجود النهاردة. لو انا هوريكم الصحراء، صحراء خلي بالك، البلد اللي هي عايزة توفر احتياجات شعبها واكله وشربه، بوفره، لازم يبقى عندي ارض. طب الارض دي اعملها ازاي؟ صحراء؟ صحراء. طب الصحراء ديت عندك انسرتات يا يوسف لو سمحت اشوفها. الصحراء ديت لو انا بوريها لحضرتك، قدامك اهي، دي المناطق اللي كانت صحراء جرداء اللي بيتعمل فيها ابار، بتعمل فيها حفر الابار. قدامك الصحراء ديت اللي كان هذا المشروع، كان زمان صحراء، من 5 سنين كان صحراء، ومن 4 سنين كان صحراء، بس النهاردة الصحراء اتغيرت، زي ما حاجات كتير بتتغير، زي ما بلدي وزي ما بلدك ومدينتي ومدينتك ومحافظتي ومحافظتك بتتغير. بيتعمل على محور الضبعة هذا المشروع العملاق، اللي مشروع فيه 1 مليون فدان تزرع، اتزرع منهم 200 ألف، يبقى 250 ألف. انا بكلمك على ارض كانت قدامك اهي، انا بوريكوا ارجو هذا الامر، ان احنا نوثق كل لحظة. وانا بعمل مشروع قومي لازم اوثقه للناس، عشان المواطن وهو بيتابعني بعد شوية او دلوقتي يشوف الجديد ايه، يشوف الصحراء كانت وبقت. الصحراء ديت اللي كانت قدامك صحراء، هوريها لك بعد شوية، وهي ارض انتجت قمح، انتجت خضار، انتجت فاكهة، انتجت بنجر سكر، عشان انا محتاج سكر للناس، محتاج اعمل ده. الصحراء اللي قدامك ديت تحولت، بس مش ببلاش، بفلوس كتير قوي. الفدان بيتكلف كام؟ بيتكلف قد ايه؟ 1 مليون فدان بيتكلفوا كام؟ بيتكلفوا كام؟ 200 مليار، 200 مليار جنيه. منين وازاي وامتى وبكام ومن اي حتة، وايه اللي بيحصل في مصر ده؟ تسأل اسئلة زي ما انا بسألها لنفسي، هو احنا الوقت ده بنجيبه منين؟ هو احنا الفلوس دي بنجيبها منين؟ هو ساعات العمل دي بنعملها ازاي؟ هو احنا بنعمل ده في قد ايه؟ هو ده ما كانش قبل كده كان ممكن يتعمل؟ هذا هو الفارق ما بين إرادة حقيقية وتدبير موارد حقيقية، والهدف ان انا بعمل للناس، لازم اوفر لهم حياتهم وقوتهم واحتياجاتهم. مش هستنى لما المصريين يدوروا على او يضربوا بعض وموتوا بعض عشان مش لاقيين اكل او مش لاقيين عندهم احتياجاتهم، لا، ده انا بوفر لك وبعمل لك في قلب الصحراء، بزود مساحة اضافية للمساحات اللي موجودة. كنا عايشين طول عمرنا وفي كتب الجغرافيا بتاعتنا 7% من مساحة مصر، النهاردة بنزود في 7 سنوات ضعف هذه المساحة، وصلنا ل 13 و 14%.
وبعد 4 5 6 سنين نصل إلى 22 و23%. دي مصر الجديدة والجمهورية الجديدة. تبقى عارف بلدك بتعمل إيه. عايز 2 مليون فدان، عايزين كام؟ عايزين 400 مليار جنيه. منين هجيب 400 مليار جنيه؟ طب هو أنا هزرع؟ أنا زرعت فعلا، مش لسه هزرع والله. اللي قدامك ده اللي كان صحراء أورهولك، سيادة الرئيس راحوا مرة واتنين وتلاتة، مشروع ادي على طريقه اهو قدامك، اهو ادي المحاور. ما انت عملت محاور، ما لازم اعمل محور، يبقى عندي استزراع اراضي وعندي تنمية بجد، مش مجرد ارض. لا، ما انا بعمل الشبكة دي اعمل تهيئة عشان لما اجي يبقى كل حاجة بالنسبة لي سهلة. ما الارض دي عايزة ناس تتحرك، عايزة معدات تتحرك، عايزة عربيات نقل تنقل، بضائع تروح، موانئ قريبة، مطارات قريبة. قدامك اهو اللي كان صحراء بقى قدامك دلوقتي، بقى قدامك. بوريك عشان تعرف بلدك حجم انفاق هائل، تعمير وتنمية حقيقية في قلب الصحراء. هذه المنطقة اللي احنا كل حتة فيها عايز تزرعها. سيادة الرئيس كان الزيارة اللي قدامكم في الحصاد في شهر ابريل الماضي، ومعاه السيد بهاء الغنام قدام حضراتكم مدير المشروع، سيادة الرئيس مع رئيس الوزراء، وزير التموين، وزير الزراعة، عدد من مستشار الرئيس للتخطيط العمراني موجودين في هذا الاجتماع اللي كان في شهر ابريل. يعني بنتكلم على تقريبا شهرين الاجتماع اللي قدام حضراتكم ده، وزيارة الرئيس لهذا المشروع مستقبل مصر اللي هو اصبح النهارده جزء من الدلتا الجديدة. احنا النهارده بنتكلم عن مشروع قومي الدلتا الجديدة اللي جزء منه مستقبل مصر، اللي بدأنا وبدأ الانتاج وبدأ التصدير وبدأ كمان الاسواق الداخلية. النهارده بيوردوا لوزارة التموين تقريبا القمح اللي طلعوه السنة دي. طيب الحاجات الاخرى انا بكفي احتياجاتي الاول، وفي فائض بصدره. بس احنا خلي بال حضراتكم هنا كمان بتشغل عند البطاطس وعند البنجر وعندي كل شيء النهارده بالتكنولوجيا الحديثه. حتى الميه، توجيه الرئاسي استخدموا منظومه الري الحديث عشان عايزين نوفر ميه، وعايزين نحافظ على المخزون الجوفي اللي موجود عندنا، وعندنا الترع اللي احنا بنوصلها، وعندنا محطات اللي احنا بنعملها، ومحطات المعالجه اللي احنا ده بكام؟ ادي مطار سفنكس اهو، وادي الموانئ القريبه النهارده على المتوسط. ما انا عندي المشروع ده عنده شبكه طرق النهارده بتربط كل ده، ويكون عندي كمان القطار السريع. سياده الوزير كامل الوزير بيتكلم معانا من يومين عنه، هيبقى موجود في المنطقه دي بالمناسبه، هيمر من هنا. من هنا انا شفت المكان بتاعه، المسار بتاعه هيمر من عند المشروع ده. ليه؟ هيبقى فيه قطار بضاعه سريع، فياخد كمان من هنا وينقل للموانئ هنا او هنا بمنتهى السرعه. شوفوا البلد بتعمل ايه، بتفكر ازاي، وبتشتغل ازاي. احنا هل ده كان حد متوقع في يوم من الايام الصحراء ديت زرعناها؟ قدامك ده موجود، في الزراعه دي موجوده، مش لسه هنزرع، احنا بنزود المساحات 200,000 يبقى 250 لحد ما نوصل 1,000,000 فدان. الدلتا الجديده 2,1 مليون او 2,2 مليون، ولكن النهارده خلال السنتين هنوصل لمليون فدان، وبعد كده نكمل المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة عشان نصل 2 مليون فدان. مليون فدان في سنتين، وبعد ذلك، لانه خلي بالك بكلمك على انفاق كبير جدا. انت بتعمل محطة، المحطة بتتكلف كام في المكان ده؟ طيب بعمل شق للترع، بعمل، ما هو لازم اوصل مية، بعمل اوصلها منين؟ هجيبها منين؟ من انهي مناطق؟ طب انا كمان بعمل حاجات خاصة بالابار او بحفر. ادي بص كل حاجة في المشروع ده حديثة، بتوفر اولا عمالة، رغم انه ايه المشروع ده في من هنا ال 25 هيوفر لي، خلوا بالكم الرقم اللي جاي، 5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مباشرة وغير مباشرة، 5 مليون فرصة عمل. النهاردة بيوفر لي ما بين عمل مباشر وغير مباشر 200,000 فرصة عمل. انت بتعمل مشروعات بتوفر بيها حياة للناس كمان، ودخل للناس كمان، وشركات تستثمر هناك ويروحوا ياخدوا ويستثمروا هناك. ده انت بتسلمه الارض جاهزة، بتقول له اتفضل الارض جاهزة، اتفضل تعالى معايا خد الارض دي، انا وصل ادي المية بتاعتها بالنظام الحديث بتاعها بالاجراءات. شوف الانتاج اللي موجود عندك والزراعات اللي موجود عندك في الصحراء. بالمناسبة نص ساعة من مدينة اكتوبر، لما انا رحتها
في ابريل اللي فات نص ساعه بالظبط من مدينه اكتوبر. تقدر تصل لهذا المشروع وتشوف الانتاج بتاع هذا المشروع وغيره من المشروعات زي توشكا الجديده، زيها زي سيناء. ما انت بتعمل في سيناء نص مليون فدان ولا 600 الف فدان في سيناء. الحل لاي شيء التنميه. الحل لاي شيء، ما انت خلي بالك هنا، هو انا هسيب المكان ده فاضي؟ لا، ده انا بعمل مساكن ومجتمع اسكان في هذا المكان عشان انقل ناس. انا عايز هنا في المنطقه دي عايز مليون واحد، عايز مليون مواطن. ما كل ما يبقى عندي بعمل، بدل ما الناس كلها قاعده متكربسه في حته واحده بوسع اهو. ما انا بعمل لك كل حاجه. ده ممكن اعمل هنا مدارس، اعمل مدارس واعمل جامعه. ايه اللي يمنع ان انا اعمل واعمل مستشفيات واعمل كل شيء يبقى موجود في هذا المكان، واعمل مناطق صناعيه؟ ما لازم يبقى عندي، ما انا عندي مناطق صناعيه، ويتعمل عندي مناطق صناعيه ويتعمل مجتمع بمعنى كلمه مجتمع. هو انا بعمل مشروع بالحجم ده واسيبه مفيش حد حواليه؟ لا، ده نعمل وتبقى اسر مجتمع. بكلمك على مليون، والله يا ريت يبقى في مليون واحد هناك على الاقل. كل ما وسعنا كل ما زودنا كثافه، لان احنا بنزيد كل سنه. طب الناس دي هتقعد فين؟ اودي سينا 2 3 مليون، ودي هنا مليون ولا 2 مليون، ودي توشكا مليون. يعني يبقى بوزع الناس، تبقى بدل ما احنا قاعدين في حته واحده. ما هو بودي لك انتاجك، انت جاي هنا تعيش حياه كامله، مش هتبقى محتاج ابدا. اعمل لك مجتمع بالكامل، اللي انا بعمله في العالمين اعمله هنا، اللي بعمله في مناطق بعمله هنا. مجتمع صناعي وزراعي وتنموي بمعنى كلمه المجتمع التنموي. بعمل تنميه بجد. سيادة الرئيس، النهارده الاجتماع بخصوص هذا المشروع، مشروع العملاق، مشروع القومي العملاق للدولة المصرية، عائده على مين؟ علينا، علي أنا كمواطن. أنا كمواطن النهارده، وأنت بتبص، بص على بلدك بصة قد إيه. النهارده في بعض الدول عندهم أزمة. عايز أقول لحضراتكم، هقول لكم معلومة لحضراتكم، معدات النهارده الخاصة بالزراعة زاد أسعارها، مش في مصر، في العالم. عارفين ليه؟ عشان العالم بدأ يحس بمشكلة. كورونا خلت العالم يحس بأزمة الغذاء، فبقى كل النهاردة يتجه إلى زراعات في دول العالم، فبقت الإقبال على المعدات اللي قدام حضرتك بقى أسعارها بتزيد نتيجة للعالم ما كانش واخد باله. كورونا جت خلت العالم ياخد باله. طب احنا خدنا بالنا، عندنا رئيس شاف من 2014 إنه في أزمة قادمة، فبدأ يشتغل، بدأ يقول نعمل، بدأ يخطط. ده بدأ العالم، بدأ النهاردة بيشتغلوا. وانا بقول لك معدات اللي زي قدامك دي اسعارها زادت. لو انت كنت بتجيبها بجنيه بقت بجنيه ونص، بتجيبها باتنين بقت بتلاته، زادت. او انا بقول لك معلومه، مش بقول لك حاجه، بقول لك معلومه، زادت اسعار الادوات اللي بتستخدم في الزراعه الحديثه نتيجه للعالم يتجه الان الى الزراعه. كل دوله عايزه تكفي احتياجاتها نتيجه للعجز اللي حصل وزياده الاسعار اللي حصلت في الفتره الماضيه، وزياده الاسعار القادمه نتيجه للتغير المناخي. طب نروح لسياده الوزير سيد القصير وزير الزراعه. اولا سياده الوزير مساء الخير. مساء الخير احمد بيه. سيادتك في عناوين سريعه اهميه هذا المشروع، سيادتك كنت حاضر النهارده مع سياده الرئيس، اللي مصر بتتكلم عليه وبتعمله وبدات تعمله بجد، اهميه هذا المشروع يا فندم بالنسبه لنا كمواطنين، ومحتاجين ايه من هذا المشروع، وايه اللي هننتجه في هذا المشروع؟ اسمح لي اول، احنا اليوم شرفنا بالحضور مع فخامه السيد الرئيس وفي حضور دوله رئيس الوزراء ومعالي وزير الري والساده زملائنا من الهيئه الانسيه والقوات الجويه المشرفه على مشروع مستقبل مصر. المشروع ده يعني عايز اسميه يعني ده مشروع عملاق، مشروع عبقري. ده انت بتتحدث عن مشروع مساحه المساحه بتاعته 2.2 مليون فدان. بتتكلم على مشروع تنموي متكامل، زراعه، تصنيع زراعي، انشطه تعبئه وتغليف، محطات تصدير، انشطه حيوانيه، انشطه استزراع سمكي، انشطه داجني، مشروعات تنمويه متكامله. وبالتالي مثل هذا المشروع وحجم المساحه المستهدفه في الزراعه فيه مليون فدان. لك ان تتخيل احمد ايه؟ ان انت بتتكلم عن مليون فدان، مش بتتكلم عن الافات، انت بتتكلم عن مليون فدان ارض زراعيه صافيه هتخش الزراعه، تمثل حوالي 30 او 35% من مساحه الدلتا القديمه. مشروع توجيهات سياده الرئيس ان يتم الانتهاء منه في خلال سنتين. حجم الاستثمارات في هذا المشروع قد تفوق ال 300 مليار جنيه. مشروع بيحقق موقعه يعني
عايز اقول مش على الطرق الرئيسيه، قريب من الموانئ، يعتبر ظهير لحوالي كثير من المدن الصناعيه زي 6 اكتوبر والسادات والسفنكس وبرج العرب وخلافه، يعتبر برضو امتداد لمحافظات الدلتا. هذا المشروع بيستهدف اصلا انت يعني الهدف الرئيسي عندنا ان احنا نقضي على يعني نحقق قدر كبير من الامن الغذائي لشعب مصر العظيم، نقلل الفجوه في المحاصيل الاستراتيجيه اللي زي القمح والذره والمحاصيل الزيتيه وخلافه، ان انت كمان بتحقق زياده في تنافسيه الصادرات اللي انت ليك ميزه فيها نسبيه سواء الفاكهه او الخضره، وبالتالي بتزود مصادر النقد الاجنبي المتاحه لك، بالاضافه الى كده ان انت بتزود تصنيع زراعي على المنتجات زي الصناعات القائمه على الطماطم، الصلصه، العصير، الصناعات المرتبطه على التعبئه والتغليف، توافر الخضر والفواكه في شكل معلب وصناعات تصنيع زراعي، كل ده خلق فرص عماله، خلق مجتمعات عمرانيه، تشغيل عماله. اعتقد ده مشروع عملاق يعني بحجم المصادر. كمان العبقريه اللي فيه ان هذا المشروع بحجمه بيعتمد على تنويع مصادر المياه رغم الظروف اللي احنا فيها. احنا الدوله المصريه بتصرف المليارات عشان تعتمد على مصادر لإيجاد مصدر مياه لهذا المشروع، سواء من المياه الجوفيه او من معالجه مياه الصرف الزراعي. فلك ان تتخيل الاراده المصريه المتوفره لانجاح هذا المشروع العملاق اللي هيعتبر كمان توجيهات فخامة السيد الرئيس. ان هذا المشروع لابد ان يكون مخطط على اعلى مستوى، كل جهات الدوله المعنيه بتشترك في تخطيط هذا المشروع. انواع المحاصيل اللي هيتم زراعتها في هذا المشروع. هنتكلم عن محاصيل سياده الوزير، اللي احنا ايه اهم حاجات هتكون موجوده في هذا المشروع. اهم المحاصيل في زي ما بقول لحضرتك المحاصيل الاستراتيجيه المرتبطه زي القمح والذره والحاجات المرتبطه بالزيتيه، ايضا محاصيل الخضر والفاكهه المرتبطه بالتصدير بهدف زياده التنافسيه الصادرات والمصريه اللي بقى لها سمعه في العالم، بعض النباتات الطبيه والعطريه اللي برضه بتستخدم في التصدير وايضا ذات القيمه الاقتصاديه العاليه، لان انت بتتكلم عن مساحه كبيره بتدي لك قدر ومتسع من ان انت تعمل قدر من التركيب المحصوليه الشتويه او الصيفيه، اللي هي خاصه في ظل هذا المشروع ان وجوده في الساحل يعني قريب من الساحل الشمالي اللي هو يعتبر درجه المناخ مناسبه، فيدي لك تنوع في انواع المحاصيل اللي انت تقدر تزرعها وتقدر تحقق منها عائد اقتصادي، بجانب ان هو الدور الرئيسي بتاعه هو تدعيم الفجوه الغذاء، لان زي ما حضرتك عارف وكل الساده المستمعين اصبحت مساله الامن الغذائي مساله امن غذائي ومساله امن قومي. طيب سياده الوزير، خلينا فيما يتعلق بمصادر الميه، ايه الميه اللي ممكن مصادرها اللي هي يعني هتزرع المليون فدان الاولى منين؟ احنا النهارده عرض على فخامه السيد الرئيس مصادر المياه زي ما قلت لحضرتك كده، بتعتمد على المياه الجوفيه اللي هي حفر الابار اللي احنا بنستفيد من الخزان الجوفي اللي موجود، مخزون الجوفي في باطن الارض. الحاجه الثانيه ان احنا تجميع مصادر الصرف الزراعي اللي بعد كده تهدر وترمى في البحر وخلافه، اصبحنا بنستخدمها ونجمعها ويتعمل محطة معالجة مياه الصرف الزراعي، معالجة ثلاثية بتحولها مية يعني مناسبة تماما للزراعة، ويعني درجات الملوحة بتاعتها مناسبة، وبالتالي بتمكنك ان انت بتعيد استخدام المية بتاعتك وبالتالي بتعيد تدويرها. فده ولكن مع هذا لازم ناخد في الاعتبار ان الاعتماد على مثل هذه المصادر بتكلف الدولة مليارات. هذا المشروع يعني لو جينا نتكلم عن محطة مية بتتكلف كام محطة المية؟ حوالي 60 مليار. 60 مليار؟ عشان تخرج حوالي 6.5 مليون متر مكعب يوم. اللي هي تستخدم هنا في الزراعة. في الزراعة، وعندك كمان بقى متوسط تكلفة استصلاح الفدان حوالي 200 ألف فدان، 250، يعني لك أنت بتتخيل ب 250 مليار. و60 يعني بتتكلم في 300 مليار عشان تعمل مشروع، ولسه بقى فين تكلفة المجتمعات العمرانية؟ فين تكلفة المصاري؟ يعني مشروع الدولة بتتحمله وفقا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس ان هذا المشروع يمثل نقلة حضارية للنشاط الزراعي في الدولة المصرية. طيب يعني تأثير يعني هذا المشروع على السوق الداخلي الأول، ان احنا الأول نكفي احتياجاتنا وبعدين نصدر للخارج، تأثيره دائماً ايه؟ دائما توجيهات فخامة السيد الرئيس ان احنا أولا السوق المحلي. وبرضه بالمناسبة لابد ان يكون هناك توازن. نعم، لان برضو ناخد في الاعتبار التكلفه.
يعني برضو ان احنا عايزين نعمل توازن في السوق بما لا يضر برضو بالمزارع الصغير اللي هو بيزرع برضو عشان يبقى في توازن الاسعار. ويمكن حضرتك لاحظت في خلال ازمه كورونا ان برضو الاسعار كانت متوازنه وما كانش هناك نقص او يعني عدم وجود اي سلعه. فهذا المشروع سوف يدعم هذا التوجه، وفي نفس الوقت السلع الاستراتيجيه نقلل درجه الاستيراد فيها، وبالتالي يعني نعطي نفسنا قدر من القوه في الامن الغذائي. الحاجه الثالثه ان انت برضو الفايت بتاعك تحافظ على درجه تنافسيه الصادرات. طيب احنا رايحين فين في السكر، القمح، الذره، دول الحاجات الاساسيه. السكر ان شاء الله السكر يمكن حضرتك احنا بنزرع حوالي اكثر من 650 الف فدان بنجر وحوالي 320 الف فدان قصب السكر. وبالتالي احنا بس قصب سياده الوزير بياخد ميه كتير. احنا قصب بياخد ميه كتير مش كده؟ ماشي يا احمد بيه، انا بسال حضرتك، حضرتك قول لي اه او لا. ما انا هقول لحضرتك، ما احنا لابد ان احنا يعني دائما اداره الامور بشكل اقتصادي بيساعدنا كلنا. اتفضل. احنا دلوقتي بنلجا الى تطوير زراعه السكر مع صناعه قصب السكر، زراعه قصب السكر في مع زملائنا في المحافظات الجنوب الصعيد، ان احنا بنحاول ان شاء الله هندخل مساله الزراعه بالشكل وان احنا نستخدم ادوات الري الحديث. كويس. ليه؟ اولا حتى في القصب ميه حديثه. هتشوف تجربه الري الحديث الري الحديث. لا، وكمان الزراعه بالشكل، الزراعه بالشكل هتؤدي الى ان انت تقدر تزود كثافه المحصول في الفدان، كمان ان انت تقدر توفر مساحه من يعني وقت لحين الشكل ما تكبر في مكانها، وبالتالي انت وفرت لك شهر او شهر ونص او شهرين من الارض تقدر تستغلها في محصول اخر، وبالتالي تقدر في حاله يعني عايز اقول ايه، في حاله عدم نمو محصول او عدم تواجده تقدر تعيد الكثافه تاني، وبالتالي ترفع مستوى انتاجيه الفدان. طيب معلش انا معلش بالراحه كده، معلش انا اسف، الفدان البنجر وفدان القصب ده بيديني قد ايه وده بيديني قد ايه؟ الفدان البنجر متوسط من 25 ل 35 على حسب النوعيه يعني. الفدان القصب المتوسط بتاعه المفروض يجيب 45 ل 50 طن فدان. في بعض طبعا بعض زملائنا اللي بيسمعوني دلوقتي ممكن يقول لك احنا بنجيب 30 وكذا. نعم. لا طبعا، اللي بيجيب اقل من كده ده بيستخدم اولا تجاوز العمر الاقتصادي للمحصول، لان انت عارف برضو ان محصول القصب ما هوش معمر مثلا 15 سنه. نعم. لا، العمر الاقتصادي بتاعه 5 سنين او 6 سنين، وبالتالي المفروض يعيد الدوره مره اخرى. نعم. يعمل تحديث له. طيب احنا بالنسبه للسكر هنكتفي يعني ايه اللي بنعمله ان شاء الله في خلال سنه ونص ان شاء الله هنقدر نحقق قدر من الكبير من الاكتفاء الذاتي يعني. سنه ونص ونقدر نصدر كمان. سنه ونص نقدر نصدر كمان بالاعتماد لأن على احنا كمان. أيوة. كمان توسع البنجر. ايوه. وبرضه يمكن المشروع الدلتا الجديده ده كمان الارض بتاعته هتبقى مناسبه لزراعه البنجر، وبالتالي هتقدر تأدي قدر كبير من تحقيق الاكتفاء الذاتي. طب بالنسبه للقمح، بالنسبه للقمح احنا طبعا زياده المساحه طبعا اكيد هنسعى بالعرض على فخامه السيد الرئيس نحدد المساحه اللي ممكن تزرع من المحصول من المساحه محصول القمح، وبالتالي هنقدر برضو نرتفع بمعدل تغطيه احتياجاتنا الذاتيه يعني. نعم. طيب. يعني مش هنقدر نحقق الفجوه كامله، لكن هنقدر نرفع قدر من نقلل قوايا في خلال الاربع سنين اللي جايين. احنا رايحين فين في الملف ده؟ الملف ده حضرتك انت شفت الانجازات اللي موجوده وشفت التطورات اللي بتتم على كل الاصعده سواء في الانتاج، سواء في الصحه النباتيه والحيوانيه كمان، وان احنا بنتبع اجراءات كويسه، وحجم التصدير بتاعنا وقبوله في السوق العالمي، معدل تواجد السلع موجوده داخل السوق المصري ووفقا لاحتياجاته في اي وقت بنلاقيها دلوقتي بجوده كويسه وبمتابعه جيده، واعتقد ان في تقدم كبير على هذا الملف. يمكن قطاع الزراعه في الفتره الاخيره زي ما قلت لحضرتك من القطاعات اللي واخده اهتمام كتير من القياده السياسيه. نعم. طيب انا عايز اقول لك حاجه يعني اخيره كمان. فضل. ان عايز اقول حاجه ان عايز اقرا لك بعض الاشادات الدوليه فيما يتعلق بقطاع الزراعه. فضل سياده الوزير. يعني مثلا مؤسسه فيتشر بتقول تتواصل الحكومه الاستثمار في مشاريع استصلاح الاراضي وزياده المساحه المتاحه للانتاج الزراعي لتحقيق مزيد من الامن الغذائي. فيتش اللي بتقول كده. فيتش اللي بتقول تم برضه فيتش اللي بتقول تم تطوير التصنيع الزراعي في مصر
بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة، مما يخلق فرصا تصديرية قوية. صندوق النقد الدولي بيقول ايه؟ انا عايز اقول المؤسسات الدولية عشان زملائنا يسمعوا واخواننا يسمعوا مش احنا اللي بنقول. نعم. صندوق النقد الدولي بيقول مع انخفاض اسعار المواد الغذائية انخفض معدل التضخم الرئيسي نتيجة جهود الدولة لتطوير قطاع الزراعة. ده صندوق النقد الدولي. استثمار مصر كمان صندوق النقد الدولي، استثمار مصر على مدى السنوات السابقة في قطاع الزراعة أدى إلى تحسين موقف الأمن الغذائي. البنك الدولي بيقول إيه؟ يعتبر قطاع الزراعة قطاعا حيويا للنمو وتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات المصرية. البنك الدولي قال إيه كمان؟ قطاع الزراعة هو أكبر قطاع مصدر لفرص العمل في مصر، ويمتلك إمكانيات للتكامل مع الصناعات الأخرى. يعني قطاع تشابكي. النمو فيه يحقق نمو في قطاعات أخرى مرتبطة. نعم. دي إشادات دولية بقطاع الزراعة. طبعا. طيب عندنا إنتاجنا السنة دي أو في قطاع الزراعة تقريبا كام وبقى كام النهاردة في 21؟ يعني 14 كان كام النهاردة بقى كام؟ لا، ما تقدرش تقول الإنتاج كام، هو أصلا محتاج تفاصيل، لأن أنت عندك الإنتاج سلع وأنواع ومحافظات شتوية يعني على الحبوب والخضر والفاكهة، لكن أنت بتقيسه يعني ايه؟ يعني احنا ما نقدر نقول مثلا ان انتاج الزراعي يمثل مثلا حوالي من 13 الى 15% من الناتج المحلي الاجمالي. نعم. هذا رقم. نعم. بيمثل 17% من الصادرات السلعيه المصريه. نعم. بيستوعب اكثر من 25% من العماله. معظم انتاجه هو تعتبر ماده خام في الصناعات الرئيسيه. طيب مسألة المراكز البحوث عند حضرتك، كنا مع بعض في القليوبية من كام شهر كده، شفنا مسألة استنباط سلالات جديدة، ايه اللي ممكن نعمله؟ لو انا بتكلم على قمح، بتكلم على محاصيل اخرى. احنا عايز اقول حاجة، انا مربوط بقطاع الزراعة المحور الرئيسي هو التوسع الافقي، دي نمرة واحد. لكن هناك محاور اخرى زي التوسع الرأس. نعم. التوسع الرأس ان انت دائما بتستخدم البحوث اللي عندنا وبصفة خاصة البحوث التطبيقية في ان احنا نحاول نستنبط اصناف دائما حاجتين، انها عاليه الانتاجيه، قليله الاحتياج للمياه، مبكره النمو، ملائمه للظروف والتغيرات المناخيه. انت عارف يمكن انت في معرض حديثك في البدايه قلت ايه؟ من التحديات اللي بتواجهنا التغيرات المناخيه. دائما التغيرات المناخيه بتؤثر في يعني المحاصيل، الامراض، معدل الانتاجيه، وبالتالي زملائنا في قطاع البحوث وبالتعاون مع الجامعات وأكاديمية البحث العلمي دائما في يعني، واحنا في توجيهات كثيره ان احنا نركز في الفتره القادمه على ان احنا نسعى الى استنباط اصناف تحقق لنا قدر كبير من الايجابيه في هذه المحاور. في ايه؟ في ابرزها ايه؟ ابرزها القمح. ابرزها محاصيل زي البنجر. كويس. القصب، السكر، كل محاصيل الفواكه، حاجات كتير جدا. نعم. كل المحاصيل، الفول، كل الرز، لانه حضرتك كمان سياده الوزير محتاج في هذه المنطقه نسبه الملوحه هتكون مرتفعه، يعني الميه ملوحه الميه هتكون زياده شويه. لا، هو سيادتك ايه، المحطات المعالجه بتحدد درجه الملوحه، ودرجه الملوحه بيتوقف عليها نوع المحصول اللي انت تقدر تزرعه. يعني مش كل المحاصيل بتنزرع وصلنا لدرجه ملوحه واحده، لان لو زادت الملوحه عن حد معين يبقى ما يعني تبقى حاصر نفسك في زراعات محدده او عدد محدود. طب لو انا بتكلم على القمح باعتبار هو يعني ده السرعه الاساسيه بالنسبه لنا، ان شاء الله محطه المعالجه المستهدفه اللي هي هتبقى معالجه ثلاثيه، ان شاء الله تخرج المياه بقدر يسمح لنا بالتوسع في زراعه المحاصيل الاستراتيجيه واهمها القمح. هنزرع قد ايه في هذا المشروع قمح تقريبا؟ هو احنا عندنا كذا سيناريو يا احمد بيه، لكن ان شاء الله هنعرضه على فخامه الرئيس بالتراكيب المحصوليه، لكن شيء طبيعي ان احنا هنستهدف من المحاصيل الاستراتيجيه نسبه كبيره موجوده، لان ده الهدف الرئيسي للمشروع، هو سد الفجوه الغذائيه للسلع الاستراتيجيه. ايه اللي عندنا اكتفاء ذاتي من الحصلات الزراعيه والخضار ايه اللي عندنا اكتفاء ذاتي في مصر؟ ما انا بقول لحضرتك كل انواع الفاكهه، كل انواع الخضر، الرز عندنا اكتفاء ذاتي فيه، عندنا الذره البيضاء،
عندنا الدواجن، عندنا الألبان، عندنا بيض المائدة، عندنا المحاصيل السكرية زي ما بقول لحضرتك خلاص قربت على الاكتفاء الذاتي، عندنا الشعير برضو قرب على الاكتفاء الذاتي، عندنا الأسماك خلاص بقى يعني قريب مع الاكتفاء الذاتي، عندنا عديد من السلع بيحقق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي، وبنسعى بقى زي ما قلنا كده في قطاع الدواجن ان احنا نعدل من اوضاعنا ونلجا الى اعتماد منشات خاليه من الوزن الدكتور عشان نقدر نتصدر. برضه في الاسماك بنسعى الى تطبيق الاشتراطات بتاع الاتحاد الاوروبي والاشتراطات الدوليه على اساس ان احنا نبدا نصدر القائد عن احتياجاتنا. السلع اللي عندنا فيها فجوه زي القمح والذره وبعض المحاصيل الزيتيه والفول البلدي، مثل هذه المشروعات مع التوسع الافقي مع التوسع الراسي اللي هو استنباط اصناف جديده، اعتقد بتقل نسبه الفجوه الى حد كبير. يعني سياده الوزير بشكرك. سياده الوزير السيد القصير وزير الزراعه ويتحدث عن اجتماع سياده الرئيس اليوم حول مشروع القومي الدلتا الجديده، اللي جزء منه زي ما حضراتكم بتشوفوا كده جزء منه خاص ببدايه مستقبل مصر واكتمال هذا المشروع. بنتكلم في خلال سنتين يكون عندنا مليون فدان تضاف الى الرقعه الزراعيه في مصر. بنتكلم المليون فدان على طول كده على طول رقم 200 مليار جنيه او قد تزيد عن 200 مليار، ربما تصل الى 250 مليار جنيه المليون فدان. بس حضرتك متخيل طبعا الرقم ده لما بيضاف ل تقدر تحدد سلع معينه محاصيل معينه. عندنا مشكله في القمح فلا نزود مساحات، عندنا مشكله في الذره نزود مساحات، لانه خلي بال حضرتك جزء كبير جدا من فاتوره استيرادنا بتكون من زيوت كتير، بتزرع ايضا النباتات الزيتيه اللي هي تقدر تعتمد عليها في لانه المصانع كمان اللي تتعمل في هذه المنطقه تقدر توفر كمان حاجات كثيره. بقول لحضراتكم في خطه خلال 25 تكون مخلص حاجات كتير من اللي انا بقول لحضراتكم عليهم، القمح، الذره، السكر، ثلاث حاجات اساسيه لينا هتكون وصلت لي نسبه يعني زياده في المساحات المزروعه والانتاج بتاعها تتراوح ما بين 48% الى 66%، من 48 ل 66% زياده في نسبه سواء المساحات او حجم الانتاج اللي انت عايزه وتوفره من هنا حتى عام 25. وده بيقول لحضرتك خلي بالك اللي انت بتعمله هنا محدش عمل زيك، زي المشروع القومي للريف محدش عمل زيك ولا حد هيعمل زيك. عشان كده بقول لحضرتك بكره هيكون يوم مهم قوي جدا لما هتشوفوا البلد هتعمل ايه. شوفوا بكره السيد الرئيس كمان في اللي هتشوفوه غدا ان شاء الله باذن الله تعالى واحنا بنحتفل بثوره 30/6 العظيمه. لو ما كانتش الثوره دي موجوده ما كانش عندك ولا حتى يعني اي شيء من اللي قدامك ده، لانه ما كانش حد عنده يفكر هنزرع ونروح الصحراء، كان كله بيفكر ازاي نتمكن من الحكم، لكن نزرع واشوف المصريين عايزين ايه والارض ديت نسرعها ازاي ونعمل فلوس ازاي، ما كانش حد بيفكر في الكلام ده خالص، ولكن ربنا دايما بيكرمنا ان شاء الله وبيكرم البلد. فاللي قدامك هذا مشروع يهم كل مواطن، وزي ما اتكلمت من شويه المشروع ده نتكلم في خلال سنه مليون فدان، بعد كده نصل الى 2.2 مليون فدان الدلتا الجديده اللي هي طول عمرنا بنتكلم على الدلتا القديمه، النهارده يكون عندنا دلتا جديده بزراعات حديثه بري حديث. وسياده الرئيس النهارده اكد في الاجتماع على استخدام الري الحديث في كل هذه المشروعات، عايزين نوفر ميه، والامر الثاني عايزين انتاجيه اعلى واستنباط سلالات جديده من البذور، يعني القمح عايزين حاجات حديثة، عايزين الذرة، كل احتياجاتنا خضار وغيره وغيره، عايزين سلالات جديدة تقدر يعني. سيادة الرئيس كان في اجتماعه يوم في شهر ابريل اللي فات كان مدير المشروع بيتكلم وبيشرح القمح، فسيادة الرئيس قال له امتى المواعيد؟ قال له نوفمبر. قال له طب نوفمبر، طب يلا ولو قدرنا نبدر ما ممكن يعني شوفوا تقدروا تعملوا ايه وما تكلموش على الفلوس، كل حاجه موجوده. اسمعكم الجزء ده، الجزء ده كان في شهر ابريل الماضي، كل حاجه موجوده بكرم ربنا. دايما زمان كانوا يجوا يعملوا عندنا طريق في البلد، بكلمك على طريق والله، طريق يربط ما بين القريه للجزيره، طريق مثلا 2 كيلو ونص 3 كيلو وربع حاجات كده يعني، يبدأ في الطريق مثلا قول في شهر يناير مثلا
يخلص في سنة طريق، يخلص في اتنين، بكلمك 3 كيلو. طب 5 كيلو، هو مش 5 لكن خد 5 كيلو عشان تبقى حاطط الرقم في دماغك. ابدأ يناير وكمل يناير التاني ويناير التالت، بكلمك على الطريق بجد، انا بكلمكم على في بلدي حصل عندنا كده. الاول يبدأ يشوف الطريق هنعمله ازاي، وبعدين نجيب مش عارف التربة نعملها ازاي، وبعدين ندور على المقاول، وبعدين نعمل مناقصة، وبعدين نعمل مش عارف ايه، ودور بقى على الحاجات اللي هتيجي والمعدات اللي هتيجي. اقعد في الطريق ده 3-4 سنين. بكلمك على عندي في بلدي، انا بقولك على عندي في بلدي. تعمل طريق في 4-5 سنين، الطريق مع اول شوية مطرة تقال جامدين كده، الطريق ده انتهى. لو كمل سنة ولا اتنين كويسين يبقى كويس، وخد بقى على بال ما تعمل بقى وتعمل الطريق انسى الطريق ده. بكلمك على الواقع، مش بكلمك على محور، بكلمك على طريق يربط قرية بالجزيرة في بلدنا. ده الواقع اللي كان فيه، وانتوا مش عايشين؟ مش عشنا الواقع ده مع بعض ولا ما عشناهوش؟ ده كان على بال ما حد ينزل ويدور ويشوف، وتشوف مسؤول يجي يشوف قرية او يشوف اهل القرية، تعالوا شوفوا الوحدة الصحية اللي عندنا ما حدش موجود فيها، ده انت بيحصل فيها مش عارف ايه، وتعال مين كان بيدور ومين كان بيسأل؟ مكتب بريد، ده انت كنت عشان تعمل تليفون كنت تمشي تروح البلد كان فيها تليفونين، وخد بقى على بال ما تجمع وتعمل بدأ كل ده اتغير، وكل ده بيتغير، وكل ده بيتغير، ولسه هيتغير، وهيتغير، كل ده هيتغير. وتشوفوا وتشوفوا حجم انفاق كل محافظة كام، كل محافظة تنفق قد ايه على الشغل اللي هيتم. ده لما محافظة كانت تاخد 200 مليون جنيه، 200 مليون، محافظة الفنية خدت 200 مليون جنيه، ما بتسمعش النهاردة الارقام دي خالص، ما بتسمعش 100 مليون و 200 مليون، ده كلام فارغ يعني. النهاردة اتكلم على تريليون، زي النقل تريليون و 600 مليار، كهرباء تريليون و 500 مليار، مش عارف قطاع ايه تريليون، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل في مصر ده؟ عمرنا ما سمعنا عن هذه الارقام، تريليون. وطبعا ناس، وسبحان الله فسيادة الرئيس قال لهم ما تتكلموش على الفلوس، موجودة فلوس، موجودة، ما في حد اقابله او معانا الا موضوع الفلوس ما حدش يتكلم فيه، اعمل والفلوس جاهزة. طب نسمع سيادة الرئيس وبيتكلم على القمح، خلي بالك لان احنا رايحين لزراعة كبيرة جدا ومساحات كبيرة جدا للقمح. ليه؟ عشان عايز اوصل بدل ما اجيب 6 مليون طن من بره واستورد واعمل، لا كفاية مليون، ممكن اقل شوية اكتر شوية، خلاص احنا عايزين نوصل لكده، نوصل لكده. هيتم باذن الله، هيتم 4 سنين من دلوقتي باذن الله. شوف ست الرئيس لما طرح موضوع القمح هنعمل ايه فيه، اتفضلوا. والقمح ممتد معانا، واحنا جربنا ده سيادتك هنا، احنا زرعنا هنا سيادتك في مستقبل مصر في موسم 2019 قمح في شهر يناير، وكانت انتاجيته الحمد لله سيادتك كويسه، وحققت 18 ارداب للقمح. فان شاء الله سيادتك قبل 15/12 هيكون اخر ايه، هو الميعاد المناسب امتى؟ من 15/11 سيادتك ل 15/12. طيب انت حاول انك انت في تمام سيادتك في نوفمبر تكونوا شغالين. اوامر سيادتك. انا عايز اقول لك على حاجه يا غنام، انت لو عندك، انت ما عندكش مشكله في الـ في الـ في التمويل، فانت نفذ ان شاء الله، خلاص بعد 3 اشهر ما تخافوش ابدا، اللي بيعمل خير لازم ربنا يساعده، ربنا بيساعد وربنا يساعد وبيعمل خير. ما عندكوش مشكله ابدا في التمويل، ما فيش مسؤول يقدر يطلع في اي مداخله او هوا او في حوار يقول لك الفلوس مش موجوده، ما سمعتهاش، انا ما سمعتهاش، وانا حضرت يعني من وانتوا جايين طول السنين اللي فاتت دي كلها، ما سمعتش مسؤول طلع قال عندي مشكله تمويل، حدش يقدر يقولها، لانه دايما سياده الرئيس يقول ايه؟ التمويل ما لكوش مشكله داخل بالتمويل، التمويل موجود. طب بكره بنتكلم على 700 800 مليار جنيه،
قرى، 4500 قرية و 32000 نجع وكفر. متخيل الرقم؟ 700 ممكن يصلوا ل 800 ممكن. ياه ده ما خلي بالك. طب انت النهارده بتنفق قد ايه في على المدن الجديده؟ بتنفق قد ايه على العاصمه الجديده؟ بتنفق قد ايه على الجلاله، على العالمين؟ ما انا بعمل ده وهعمل ده. يعني انا ما سبتش اللي قاعد في قريه او نجع، ما سبتوش. واللي هيروح يقعد في العالمين ما سبتوش، واللي هيقعد في الجلاله ما سبتوش، واللي هيقعد في العاصمه ما سبتوش. يبقى انا عملت اللي قاعد في قريه وقاعد في كفر اللي هي توابع القرى، زي عندنا، عندنا مثلا شطوره عندنا توابع كتيره، قريه كبيره قوي فاللي عندنا توابع كتير عارفينهم بالاسم يعني. فالتوابع تتعامل زيها زي القريه، بس القريه هيبقى فيها حاجات كتير لما تسمعوا بكره سياده الرئيس، مهمه قوي، مهمه قوي تعرفوا بلدكم بتعمل ايه، مهم جدا تشوفوا البلد شغاله ازاي، ومش هتسيب حاجه ومش هتسيب حد. بلاقي ناس جاي النهارده وانا على الدائري، والله يا جماعه شوف الدائري النهارده لانه بدا يبان بعض المناطق منه بدات تبان حاجه. ايه ده؟ ايه الجراه والقوه انه يتعمل ده؟ طب ما الدائري ده موجود والزحمه دي موجوده طول عمرها، لكن هي مسألة انك تاخد قرار. ده انت يا راجل على النيل، على النيل كبر منيب، انت متخيل كبر منيب كان حد يقدر يقول لك انا هعمل كبري تاني؟ كبريين يعني، كبري هيبقوا اتنين، حد كان متخيل يتعمل ده؟ القرار، قرار وإرادة هيتعمل، اعمله. مش مهم الفلوس، فلوس موجودة، اعملوا. تعالوا يا شركات، مين شركة مصرية النهاردة مش شغالة؟ مين؟ أي شركة مصرية النهاردة قاعدة في البيت؟ ده أنت عندك معدات النهاردة، مش عايز أقول لك، ده شركات جابت واشترت وجابت معدات أكتر وأكتر نتيجة لحجم الشغل المطلوب في البلد. البلد بتشتغل من 14 ومستمرة عمل، مش هتتوقف إن شاء الله عن العمل، تخلص مشروع تدخل في التاني. لسه مع سيادة الوزير كامل الوزير واحنا على طريق القاهرة أسوان الغربي، خلصوا المرحلة الأولى وبعدين مكملوا إيه؟ نكمل المرحلة التانية. لحد فين؟ لحد طمة، وبعد كده التالتة لحد فين؟ لحد هنا، وفين التالتة؟ لحد أسوان، وفين لحد الحدود الجنوب. يعني دول ناس شغالين قدامهم 3 4 5 سنين 3 4 سنين. ده بكلمك على طريق واحد، طريق واحد يعني كل الشركات دي شغالة، يعني عايز عماله تشتغل معاه ضامن لهم بفضل ربنا شغل واجور 4 سنوات جايه. خد كل المشروعات في مصر كده، مشروع قام للريف ده غير اللي بيتعمل، يعني الطرق بتتعمل ويتعمل حاجات تانية. فانت محتاج قد ايه حجم شغل، حجم عماله، حجم شركات تشتغل في القرى، تدخل القرى وتشتغل بمعداتها باهالي القرى، اشتغلوا ويبقوا موجودين. ادي القطر السريع، بص حجم المعدات في القطر السريع، ما دي شركات مصريه كلها بتشتغل، كل دي بيوت مفتوحه. دول هيقعدوا يشتغلوا لامتى؟ 3 سنين من دلوقتي؟ 3 سنين من دلوقتي او من ساعه ما بداوا، عشان القطر ده خلال سنتين يكون اشتغل. القطار السريع خلال سنتين ان شاء الله تم توقيع العقد ربما الايام القادمه، وسنتين من توقيع العقد، يعني بعد سنتين يشتغل القطر ده. طب شوف التجهيزات، كل ده شركات بصوا انا عايزك بس تبقى اللي انا بقوله لك بجيب لك فيديو تبقى شايفه، مش بقول لك كلام. حجم قد ايه معدات؟ بص على طول الطريق، طول الطريق اهو قدامك اهو، وتعمل بقى المحطات وتعمل بنيه تحتيه وتعمل فلانكات وتعمل مش عارف ايه، كل ده شركات مصريه، بيوت يعني، بيوت، ملايين فرص العمل، مش ملايين فرص العمل. مفيش بلد بتشتغل زينا، ما شفناهاش. بص المعدات، ركز ركز على حجم المعدات قد ايه. ده بكلمك على حاجه واحده، مشروع القطار الكهربائي من السخنه لمطروح او للعلمين، اهو مشروع واحد، شوف المعدات حجمها قد ايه. الناس دي هتشتغل ويخلص هنا ويروح يكمل مشروع اخر، ويخلص مشروع وبعده واللي بعده واللي بعده. بسم الله ما شاء الله.
بلد لا تنام. في ناس واحنا شغالين بالليل لا تنام بمعنى الكلمه والله. وبكرم من ربنا وفضل ربنا مصر تتغير دائما للافضل. للافضل في كل حاجه. تعال اقول لحضراتكم، مجلس وزراء النهارده عاملين انفوجراف متميز جدا بحييهم عليه عن مشروع الدلتا الجديده. ارقام بقى عشان نبقى عارفين الارقام، والمشروع ده نشرحه بالارقام. قالوا ايه مجلس الوزراء؟ قفزه عملاقه نحو تنفيذ استراتيجيه الزراعه 2030. معلومات عن المشروع: 2.2 مليون فدان مساحه مشروع الدلتا الجديده كمشروع تنموي. مليون فدان سيتم الانتهاء من استزراعها خلال سنتين، يبقى دي المليون الاولانيه. لسياده الوزير سيد القصيري كان بيتكلم معانا عن المليون الاولى. المليون ديت 200 مليار جنيه على الاقل. خلي 200 مليار بشكل مبدئي. المشروع الاراضي كلها صالحه اكيد لزراعه كل المحاصيل في هذا المشروع. ايه التميز؟ ليه المشروع ده تم اختيار المكان ده؟ قال لك الموقع الاستراتيجي قريب من المواني. لو انت رايح عايز اسكندريه، عايز الدخيله، عايز كل ناحيه المواني القريبه، مطارات جنبك، سفنكس وجنبك عندك اهو، وادي غرب وبرج العرب قدامك اهو، وكمان عندك ميناء دمياط وعندك السخنه وعندك والسخنه. قلت لحضراتكم القطار السريع هيعدي من هذا المكان، ويوم ما انا كنت هناك شفت مكان مسار القطار السريع هيعدي من جنب مشروع الدلتا الجديده قدامه على طول، هيبقى يعدي من هناك، وفي محطه هتتعمل هناك. المشروع بيرتبط الطرق الرئيسيه اللي احنا بنشوفها وعارفينها وشبكه العمران ومحور كمان وادي عندك مدينه السادات، سفنكس وستة اكتوبر اللي هو نص ساعه من هذا المكان 6 اكتوبر. طيب ايه اهداف المشروع؟ تحقيق الامن الغذائي، سياده الوزير الزراعه كان بيتكلمنا عليه دلوقتي. الحد من استيراد السلع الاستراتيجيه اللي ابرزها ايه؟ القمح والزيوت طبعا والسكر. توفير انشطه متعلقه بالزراعه زي ثروه حيوانيه هيبقى موجود، داجنه وتصنيع زراعي. لانه في مصانع بتتعمل وفي حاجات بتاعه تغليف كمان، مصانع للتغليف بتتعمل. ما انت بتعمل لما تنقل الحاجات اللي هي الانتاج ده بتوديه فين؟ يا اما جوه تخلص وفي زياده بتصدرها. بيضيف لك 30% نسبه اضافه جديده لمساحه المساحه المعموره او المزروعه في مصر. يعني المساحه ديت هتضيف 30% لمساحتنا اللي احنا طول عمرنا عايشين عليها واللي احنا عارفينها. يعني ده معناه انك تغير حتى في كتب الطلبه، تغير انه في مساحه جديده اضيفت، وبالتالي انا بتكلم بجد والله، يعني في مناهج التعليم الحاجات القديمه تتلغي وعندنا حاجه جديده اهو، او يقول ان احنا طول عمرنا كنا عايشين على 7 النهارده بنعيش على وصلنا ل 12 13 14 ورايحين لكذا. بيوفر 5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 4 سنوات، يعني 2025 بنتكلم 5 مليون فرصة عمل بالعمل المباشر في المساحات ديت، أو بطريق غير مباشر اللي بيتعاملوا مع هذه المنظومة. مجمعات صناعية وزراعية بتشتغل على الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات. 6 بتواجه متطلبات الزيادة السكانية طبعاً. انت كل سنة بتزيد 2.5 مليون مواطن، هياكلوا منين لو انت ما عملتش حاجة زي كده؟ طيب لو احنا استمرينا على ما كنا عليه، على حالنا اللي كنا عليه ما قبل 2014، كان حال المصريين النهاردة كام؟ كل سنة 2.5 مليون، كان بقينا كام؟ زايدين كام؟ 20 مليون؟ 16 مليون؟ 18 مليون؟ زدناهم؟ كانوا راحوا فين ال 18 مليون دول؟ كنت جبت لهم اكل منين؟ وفرت لهم اكل؟ او كان البديل الاسعار، الاسعار تزيد تزيد، تضعف الاسعار، لانه ما عندكش، عندك معروض قليل وعندك طلب كتير، فطبيعي كانت الاسعار تزيد. طب انت عملت ايه النهارده؟ انت بتزرع وتوفر، وبالعكس هو ده الهدف، ان انا بوفر وبالتالي يبقى عندي معروض بيوفي حاجه الطلب. يبقى عندي معروض كتير وحاجة الطلب اللي عليه موجود، فانت بتعمل ده عشان تواجه معدلات الزيادة السكانية اللي احنا مش قادرين نتعامل معاها، مش قادرين، مش قادرين بمعنى الكلمة والله. إعادة توزيع السكان، ايوه هو ده الكلام.
وجذب عدد كبير مواطنين لتخفيف التكدس. أيوة مظبوط. يبقى هنا جزء كمان بتتكلم على السكان وتعمل تنمية وتعمل مساكن للناس، مش مساكن، مجتمعات للناس. وأتمنى يبقى في المشروع ده عندي 1,000,000 مواطن والله، وعندي في سينا 2-3 مليون مواطن في المشروعات الجديدة، وعندي في تشكى 1,000,000 مواطن على الأقل. أنت لما بتعمل كده تعمل تخفف بدل 6-7 مليون قاعدين في الوادي والدلتا، نوزعهم في الأماكن اللي احنا بنعملها، ويبقى عندك كمان ناحية مطروح كمان حاجات جديدة بتتعمل توزع، لأنه هتاخد العالمين والعالمين الجديدة ياخدوا حوالي 3 مليون. أنت متخيل المنصورة هتاخد كام مليون، منصورة جديدة وغيرها وغيرها، مشروعات اللي بتتعمل في كل مدن مصر. اللي بعده من ادي احتياجات المشروع، بيتكلم هنا على المية من 12.5 ل 15 مليون متر مكعب صافي احتياجات المشروع من المية يوميا. مشروع الدلتا الجديدة اللي هو قدام حضرتك، المية الجوفية طبعا بيعتمد على استخدامها من خلال ضوابط للسحب والاستخدام بما يضمن استدامة المخزون الجوفي في اللي موجود عندنا. بعدين عندك هنا، خلوا بالكم اللي جاي ده مهم قوي، صرف الزراعي المعالج. احنا بنعمل من اكتر الناس النهارده والدول بتشتغل على صرف زراعي، بس ده زي ما قال لنا سياده الوزير بتعمل محطات، والمحطه بتتكلف 60 مليار جنيه. سيد وزير الزراعه دلوقتي قال لنا كده، محطه المعالجه اللي هتطلع كل يوم 6.5 مليون متر مكعب في اليوم طاقه الانتاجيه للمحطه هتتكلف 60 مليار جنيه. ده مين اللي قال؟ سيادة وزير الزراعة دلوقتي معانا. 200,000 فدان بيتم زراعتهم حاليا، وبعد كده نكمل نوصل لحد 250,000 فدان. شوف اللي بعده. طيب موقف تنفيذي، ادي 200,000 فدان تم الانتهاء، ورايحين على 250,000 ينتهوا خلال الخمس شهور اللي جايين، نهاية هذا العام يبقى وصلت الى 250,000 فدان في هذا المشروع العملاق اللي هو المشروع القومي الدلتا الجديدة. تتكلم على أجهزة الري اللي هي بتتم استخدامها، تكلف على استثمارات حوالي 300 مليار جنيه، استثمارات معالجة مياه الصرف الزراعي وتنفيذ البنية التحتية والاستصلاح والاستزراع، نتكلم على 300 مليار جنيه. بالمناسبة الرقم ده يزيد، وأنا بقول لحضراتكم اهو هيزيد الرقم ده، ولكن انت هنا بتتكلم على شكل مبدئي 300 مليار جنيه. بتوفر 207,000 فرصة عمل جديدة مباشرة أو غير مباشرة بتوفرهم في هذا المشروع. طيب أنت بتستهدف إيه؟ أنت بتعمل المشروعات دي عشان تعمل إيه بالظبط؟ هنا الإنفوجراف بيوضح زي ما قال لنا سيادة الوزير السيد القصير من شوية، السلع أو المحاصيل استراتيجية. عندك الذرة عندنا أزمة فيها، عندنا القمح عندنا مشكلة فيه، عندنا السكر عندنا مشكله فيه، وحاجات اخرى، ولكن دول ثلاث حاجات من الحاجات الاساسيه اللي احنا محتاجينهم، حد ما نقدرش نستغنى عنهم. محدش اكيد هيستغنى عن السكر، يقول ان انا يعني مش عارف السكر مش لا، السكر حاجه اساسيه بالنسبه لنا في بيوتنا وفي حالنا وفي احتياجاتنا المستمره طول ساعات الليل والنهار. يبقى انت عندك هي هتبقى محاصيل اساسيه هتبقى موجوده، بالاضافه للفاكهه طبعا والخضروات والحاجات. المهم كمان الحاجات الزيتيه، فول الصويا وغيره، وعباد الشمس وغيره وغيره، اللي هي بتعمل ايه؟ الزيوت. لان احنا بنستورد 95% من الزيوت. طب لما انت تزرع ده عندك يبقى انا باقلل فاتوره استيراد الزيوت، واعمل ايه؟ اعمل مصانع عندي للزيوت، وعندي الزيتون بالمناسبه، يزرعوا الزيتون كمان يبقى عندهم مصانع، وبالمناسبه عندهم مصانع ممتازه جدا بتعمل زيت زيتون، يعني واعمل لهم دعاية ونص زي ما انا بتكلم كده، زيت زيتون ينافس الاسباني واليوناني موجود عندنا، بكلمكم بجد يعني. تشوف كده حتى عاملين له حتى الازازة بتاعته لانه خلي بالكم بتصدر منه كمان، فده ما تقدرش تفرقه عن الاسباني او اليوناني. اللي بعده هنا بيتكلم على الزراعة والناتج المحلي وإجمالي الناتج المحلي قطاع الزراعة لسيادة الوزير. المحتاج الأرقام، الأرقام موجودة هي معانا. بنتكلم على من 2014 ل 15 كان 278 مليار، خلي بالك قفزت لكام، هناخد على طول أرقام عشان وقت. 278 مليار جنيه ده الناتج القومي الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة بالأسعار اللي موجودة. 14-15 278 مليار ونصف مليار جنيه. النهاردة في 19-20 السنة اللي فاتت وصلنا
الى 669، قول 670، قول 700، قول 700، قول 700 مليار، قول 700 مليار جنيه عشان يبقى رقم احنا حافظينه. يبقى قفزنا من 278 او قول 280 عشان يبقى برضو حاجة نحفظها، من 280 مليار جنيه 14-15 الى 700 مليار جنيه في 19-20. بصوا قفزة تطور قطاع الزراعة من الناتج المحلي لقطاع الزراعة. في استثمارات طبعا بنتكلم طبعا زيادة استثمارات، ولكن خلينا اللي بعده، اللي بعده خلينا في ده مهم جدا. الانتاج الزراعي، الزيادة في في الخضار، انتاج الخضر زدنا قد ايه؟ كنا انتاج كان عندنا 13.5 مليون طن، بقينا النهارده 25.5 مليون طن. في 2014 خلي بالكم من القفزات، نسبة زيادة قلت 89%، لكن هي بالظبط 88.9% نسبة زيادة انتاج الخضر. كان عندنا بننتج في 2014 13.5 مليون طن، النهارده في 2020 السنة اللي فاتت انتجنا 25.5 مليون طن. طيب الفاكهة، كان انتاجنا من الفاكهة 7.5 مليون طن، السنة اللي فاتت انتجنا 10.7 مليون طن، قرابة 11 مليون طن بنسبة 42، قرابة 43% زيادة في انتاج الفاكهة في مصر. الرز، كان انتاجنا الرز وصلنا النهاردة وصلنا الرز 6.5 مليون طن حاليا في 2020. الذرة البيضة وصلنا 4.5 مليون طن، البصل وصلنا 4 مليون طن، التمور تمر طبعا وصلنا الى 1.7 مليون طن، والانتاج ده يزيد لانه عندنا حاجات الفترة الجاية هتزيد. الذرة الرفيعة 850 الف طن. البقوليات كنا زيادة بتاعتها انتاج كان 294 الف، وصلنا ل 300 الف. الحبوب كنا 23 مليون طن، قرابة 24، والتاني قرابة 25 الزيادة، وصلنا ل 25 تقريبا من الزيادة، حوالي 4.2%. المواقف، موقف او موقف الحاجات الاستراتيجية اللي احنا دايما بنسأل عليها. القمح عندك الموجود عندك النهاردة في الصوامع واللي محفوظ لمدة 6 شهور، يعني عندك قمح يغطينا حتى نهاية هذا العام او حتى بداية يناير. عندنا قمح موجود في المخازن وفي الصوامع بيغطينا 6 شهور قادمة. عندنا رز بيغطينا 7 شهور كمان ان شاء الله. عندنا سكر يغطينا 5 شهور. عندنا فول يغطينا 4 شهور. دي الحاجات، السلع الأساسية والأرصدة الاستراتيجية بتاعتها اللي بتغطينا خلال أقل حد الأدنى 4، بنتكلم لحد 7 شهور. خلاص انت ده موجود عندك، خلاص لما قالك أرصدة موجودة يبقى موجودة، يبقى ما عنديش مشكلة في ده. اللي بعده طبعا بنتكلم على حققنا ايه، الصادرات كانت قد ايه، وصلت كام. صادراتنا الزراعية 5.5 مليون طن صادرات زراعية السنة اللي فاتت بحوالي 2.6 مليار دولار. احنا مصر الاولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة. عندنا 11 سوق جديد تم فتحها امام الصادرات الزراعية. عندنا 250 صنف، 150 سلعة زراعية تم تسويقها في 139 دولة. 250 صنف ل 150 سلعة تم تسويقها في 139 دولة. ده جزء من الشغل اللي وزارة الزراعة بتعمله. اللي بعده، اللي بعده، طيب هنا المستهدف، المستهدف ده اللي يهمني جدا. الجزء على اليمين اللي على الشمال سيادة الوزير اتكلم عنه، ولكن خلينا الجزء اليمين ده المهم قوي، وركزوا قوي قوي قوي. لماذا ذهبت الدولة الى الصحراء والتنمية الزراعية والتنمية الصناعية والتنمية التنمية؟ ليه رحنا الصحراء؟ عشان نعمل ايه؟ ليه النهاردة بنتكلم على الدلتا الجديدة؟ وهتوفر لنا ايه الدلتا الجديدة؟
اللي احنا بنتكلم على 2.2 مليون فدان، مليون فدان هيخلصوا خلال سنتين. طيب عشان نعمل ايه؟ عشان نوصل لايه؟ هنستهدف القمح خلال 5 سنوات، يعني 4 سنوات من الآن. الكلام ده كان بيتكلم 20، بنتكلم النهاردة على 21. هنوصل بإذن الله تعالى، حاليا عندنا 9.1 مليون طن. مصر إن شاء الله بعد 4 سنوات هتوصل إلى 14.2 مليون طن. خلي بالك الرقم. يبقى أنت تستهدف إنتاج قمح عشان تنتج يكون عندك 14.2 مليون طن. بنتكلم على 5 مليون طن زيادة خلال 4 سنوات الجاية، حتى عام 25 زيادة هائلة، لأن أنت عايز حضرتك أدي نسبة زيادة 56% من اللي موجود النهاردة أو من اللي موجود السنة اللي فاتت. ده يعني إيه؟ بتقلل بشكل كبير جدا فاتورة استيراد القمح بنسبة هائلة، بنسبة هائلة. كنا بنستورد 6 مليون طن تقريبا كل سنة، هبقى محتاج كام؟ احتاج 1 مليون طن، مش مشكلة، 1.5 مليون مش مهم، مش مشكلة، لكن ان انا اوفر فاتورة هائلة من الدولارات. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بايه؟ بالارض الجديدة اللي البلد بتعملها النهاردة وتنفق مليارات عشان انا اوفر احتياجات الناس. احتاج 1 مليون طن مش مشكلة، اقدر اجيبهم من اي حتة، لكن ابقى محتاج 5-6 مليون طن والعالم فيه مشاكل ودخل على ازمات مع التغير المناخي. خلي بالك اخطر شيء يواجه العالم ال10 سنين الجاية التغير المناخي اللي هيؤثر على العالم كله، مش على مصر، العالم كله. عشان كده كل دولة النهاردة بما فيها مصر، بس مصر شافت موضوع من بدري ان احنا رايحين هيبقى في ازمة غذاء في العالم زي ما قالت الامم المتحدة الاسبوع اللي فات. فانت النهاردة بتعمل 4 سنين والان بتجري بسرعة. ده احنا سبع سنين اللي فاتوا والثمان سنين جريوا اكنهم امبارح. ال4 سنين دول بسرعة هتلاقي نفسك بسم الله ما شاء الله. طيب ايه تاني؟ الذرة. اعمل ايه في الذرة بعد 4 سنين من النهاردة؟ لو انا النهاردة بنتج 7 مليون طن ذرة، رايح انتج 10.5 مليون طن ذرة خلال 4 سنوات الجاية. يبقى بعمل ايه؟ نسبة زيادة 48.6 اللي احنا كنا بنستورد، خلوا بال حضراتكم، وبالتالي بتزود ده الانتاج بتاعك. عشان كده بتزرع هنا في دلتا او مستقبل مصر والدلتا الجديدة، تزرع في توشكا، ازرع في سينا، هزرع في كل حتة عشان ازود اصل 10.5 مليون طن من الذرة. ايه كمان؟ سكر. عندنا مشكلة كبيرة في السكر، عندنا بنجر وعندنا قصب السكر. قصب عشان بياخد، واحنا في البلد لما كنا بنزرع قصب كنا تفتح المية وتسيب المية. النهاردة بقى لا، هيبقى عندك ري حديث لزراعات القصب زي ما قال لنا سيادة الوزير دلوقتي، مش هنلغيها ولكن هتفضل موجودة، ولكن مع الري الحديث. ونقول لها لينا في الصعيد اللي بيزرعوا القصب لو سمحتوا، انا بقول لك المنظومة الجديدة للري كمان قصب السكر. قصب السكر النهاردة مع البنجر، زيادة مساحة البنجر سواء في مستقبل مصر او في توشكا او في غيرها، تزود مساحته عشان اقدر احقق اكتفاء ذاتي تقريبا. تقريبا هيكون اكتفاء ذاتي، ايوه. وايه كمان؟ وصدر كمان. بس سيادة الوزير قال لنا ان احنا هنخلص خلال السنة اللي جاية او اللي بعدها ان شاء الله. بدل ما انا عندي النهاردة انتاج 2.5 تقريبا مليون طن، هيكون عندي 4 مليون طن سكر. كل التحية على هذا المجهود الكبير والجهد الهائل للشعب الذي يستحق كل خير. شعب يستحق كل خير، والدولة ما بتنامش. والله الدولة ما بتنام، وعارف ايه اللي بيتم على قدر اللي احنا عارفينه واللي احنا بنشوفه. محدش بينام عشان نشتغل، عشان نعمل ده، عشان نعمل الارقام ديت. خلي بالك ده فيه جهد هائل. عشان توفر رقم 1 فلوسك تبقى موجودة، رقم 2 أيدي عاملة تبقى موجودة، علماء وخبراء وباحثين يستنبطوا محاصيل جديدة وسلالات جديدة عشان أقدر أزرع زي ما أنا عايز، يبقى عندي كمان مع الصوب الزراعية، وهنا هيبقى فيه جزء من الصوب الزراعية عشان أقدر كمان. أهي أهي أدي الصوب الزراعية موجودة أهي قدامنا ولسه بتكلم عليها، موجود
موجودة في هذا المشروع أيضا ومشروعات أخرى، يبقى عندي هذا المشروع، لأنه خلي بال حضرتك مهم استخدم كل حاجة حديثة أقدر أوفر حالة حاجة الناس، أيدي عاملة وناس، والناس طب هتعمل إيه؟ وهنا بيشتغل مهندسين وبيشتغل فنيين وبيشتغل عمال وبيشتغل عمالة، آلاف بيشتغلوا. شوف حركة النقل قد إيه، عشان كده السيد الرئيس أمر بتوسعة محور الضبعة، بدل ما هو ثلاث حارات ثلاثة رايح ثلاثة جاي يبقى ستة وستة. أنت عندك، لأنه هيبقى عندك حركة هائلة على المحور ده، حركة للمواني، حركة للمطارات، حركة حتى حركة سفر طبيعية هتبقى موجودة كمان. نقول لحضرتك هيكون محور تنموي أنت بتشغل عليه مبكرا. عباد الشمس أهو اللي إحنا بنزرعه عشان إيه؟ عشان الزيوت. الذرة عشان إيه؟ عشان فول الصويا، عشان إيه؟ أعمل كل ده. ده اللي بيتم في هذا الوطن العظيم بأيدي شعبنا العظيم. شكرا لكل واحد بيشتغل، شكرا لهذا القائد البطل، والله شكرا. مهما نتكلم، والله مهما نتكلم. طب بالمناسبة احنا ما بنديش الرئيس حقه، انا بتكلم جد، مش بدي له حقه والله بصراحة. يعني مهما نقول والله ما والله ما يجي واحد على مليون من اللي يستحقه، انا بقسم بالله على الهوى، بقسم بالله على الهوى. مش بتكلم على اللي اتعمل و13، لا لا لا، بتكلم على اللي بيتعمل، اللي بيتعمل في البلد. البلد دي هتبقى بلد. سألت مرة كده في دماغي كده، أقولها ولا بلاش؟ يا نهار أبيض، 7 سنين اتعمل ده في مصر، 7 سنين اتعمل ده في مصر. ياه. طيب نشوف اجتماع النهاردة، ثم فاصل وعود لحضراتكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، واللواء تامر مختار مساعد قائد القوات الجوية للشؤون الهندسية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي الدلتا الجديدة، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبعة بواقع 1,000,000 فدان في مراحله الأولى، قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية المستقبلية، حيث يضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع مستقبل مصر. وقد اطلع السيد الرئيس على تطورات الموقف التنفيذي للمراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، فضلا عن تفاصيل البنية الأساسية وكذلك توفير مياه الري والتكلفة المالية. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع الدلتا الجديدة، وذلك ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي، ويساهم في استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي. ومن أهم تلك العناصر هو توفير مياه الري اللازمة لاستصلاح الأراضي الزراعية الجديدة المستهدفة بالتنمية، وكذلك الاعتماد على نظم الري الحديثة والذكية، إلى جانب انتقاء نوعية المحاصيل الزراعية التي تتوافق مع طبيعة التربة والمناخ لهذه المنطقة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة ومردود زراعي وإنتاجي. كما وجه السيد الرئيس بالتركيز على إقامة المجمعات الصناعية في إطار المشروع
التي تعتمد على الانتاج الزراعي المتكامل، بدءا من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات، ثم الفرز والتعبئة والتصنيع، بما يساعد على العديد من فرص العمل الجديدة، فضلا عن تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي المنشود لصالح الأجيال الحالية والقادمة. بنهنئ قوات الدفاع الجوي، حماة السماء، رجال قواتنا الدفاع الجوي. النهاردة العيد 51 للدفاع الجوي المصري. النهاردة كان سيادة اللواء أركان حرب محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي عامل مؤتمر صحفي احتفالا بهذه المناسبة. عندنا الدفاع الجوي المصري نجح قبل نصر أكتوبر منذ تأسيس هذه القوات في عهد الرئيس عبد الناصر، وكان وقتها أول قائد للدفاع الجوي كان اللواء محمد علي فهمي، والد الفريق علي فهمي اللي كان قائد الدفاع الجوي السابق، هو اللي أسس الدفاع الجوي واللي أطلق عليه في ذلك الوقت اللي عمل حائط الصواريخ في سنة 70، واللي واجه وتصدى للعدو الإسرائيلي، واللي كان رجاله زي ما إسرائيل كانت تمتلك أحدث المقاتلات اللي موجودة، الميراج جاية من فرنسا، والفانتوم سكاي هوك من أمريكا، والميراج دي كانت من أحدث الطائرات اللي موجودة في سلاح الجو الفرنسي. إسرائيل في ذلك الوقت كان عندهم أكثر من 600 طائرة مقاتلة ميراج فرنسية، فانتوم، ودي كانت الأحدث في ترسانة السلاح الجوي الأمريكي، وسكاي هوك في كان موجود لدى العدو الإسرائيلي. الرئيس عبد الناصر بدأ طبعا في وقت حرب الاستنزاف أنه يعيد منظومة التصدي للمقاتلات العدو الإسرائيلي، وعمل تأسيس ل قوات الدفاع الجوي. الدفاع الجوي بدأت في هذه المنظومة، واللي قدرت تسقط وتدمر أكثر من 12 طائرة مقاتلة من العدو الإسرائيلي، فانتوم وسكاي هوك وميراج، والأمر اللي خلى إسرائيل أنها يعني تقبل مبادرة كانت تطلق في ذلك الوقت اللي في وقتها مبادرة روجرز في عام 70 في شهر 8 عام 70. رجال الدفاع الجوي بعد كده بدأوا يجهزوا طبعا واستعدادات لمعركة الكرامة واستعادة الأرض، ونجح الدفاع الجوي انه يمنع طائرات العدو انها تعدي غرب القناة. كان قبل كده وقبل كمان حتى 73 اسقطوا الدفاع الجوي المصري طائرة استطلاع إلكتروني في ربما سنة بعد سنة من تأسيسه، ربما عام 71 طائرة استطلاع إلكتروني، ودي كانت منظومة حديثة كانت إسرائيل واخدها من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كان عندنا في ذلك الوقت صواريخ سام 6 كانت لدى الدفاع الجوي المصري، ومنظومة صواريخ سام 6 هي اللي أسقطت الأحدث طائرة استطلاع كانت لدى الكيان الصهيوني وأسقطت هذه المنظومة، الأمر اللي خلى إسرائيل إنها تراجع أنفسها. إيه اللي مصر عملته؟ إيه منظومة صواريخ الدفاع الجوي المصري، هذه المنظومة الهائلة اللي أسقطت طائرات مقاتلات حديثة وطائرة استطلاع الأحدث في المملوكة للعدو الإسرائيلي. مع انتصار أكتوبر والتجهيز لنصر أكتوبر كان الدفاع الجوي مهم جدا، كل شيء في مصر كان مهم، القوات المسلحة كل واحد كان مقاتل بطل في كل المنظومة القوات المسلحة كان مهم ودوره كان مهم، ولكن كمان الدفاع الجوي كان من الأهمية دوره في نصر أكتوبر 73، وأسقط حوالي 25 طيارة وأسر العديد من الطيارين الإسرائيليين، وبعد كده اللي دفع القوات العدو الإسرائيلي
انها تدي امر للمقاتلات بتاعتها انها لا تتجاوز، يعني يكون بينها وبين منطقة القناة لا تقترب مسافة 15 كيلو مترا من قناة السويس، يعني ما يقربوش من، لازم يكونوا على مسافة لا تقل عن 15 كيلو مترا من قناة السويس، لانه اي حد بيدخل في منطقة من هذا المكان كان سلاح الدفاع الجوي المصري انه بيسقط هذه الطائرات. لما الدفاع الجوي المصري اسقط 25 طائرة مقاتلة من العدو الإسرائيلي، وكان له دورا كبيرا في انتصار أكتوبر المجيد، رغم أنه زي ما بقول لحضراتكم هذا الدور أيضا لقوات الدفاع الجوي اللي عمل طبعا حاولة العدو الإسرائيلي يخترق شبكة صواريخ المصرية، وقالوا أن احنا فشلنا في ده تقريبا تاني ثالث أو رابع يوم تقريبا من الحرب، حاولوا اختراقها ولكن فشلوا انهم يخترقوا هذه المنظومة، منظومة الدفاع الجوي المصري، واحدة من اهم واعقد منظومات الدفاع الجوي الموجودة في العالم. لدينا انظمة متنوعة وحديثة، وتستمر المنظومة في القدرات والتسليح والتنظيم، وايضا يكون لدينا احدث الأجهزة الخاصة بالكشف، الإنذار، المراقبة الجوية، والصواريخ والمدفعية المحمولة وغيرها اللي بتوفر حماية كاملة والسيطرة على السماء في كل أرجاء الوطن. كل التحية لرجالنا، رجال الدفاع الجوي المصري، وكل التحية على ما بذلوه من جهد ومتابعة، بنقول لهم كل سنة وهم طيبين. نتابع في هذا العيد، العيد 51 لقوات الدفاع الجوي المصري. هم خيرة أجناد الأرض، حراس السماء المصرية، أسطورة بطولية، تراهم على العهد، عيونهم لا تنام، صواريخهم حائط الصد المنيع، هم الجحيم في وجه الأعداء، لأنهم قوات الدفاع الجوي، حماة السماء، درع المستقبل. 51 عاما وهم يحملون على عاتقهم أغلى أمانة، وهي حماية سماء مصر. هم رجال لا مجال للتهاون في عملهم، صواريخهم دائما مستعدة تعلن عن جاهزيتها لأن تحيل السماء جحيما في وجه أعدائهم. واحد وخمسون عاما وما زال العطاء مستمرا. في إطار احتفالات قوات الدفاع الجوي بالعيد 51، أكد اللواء أركان حرب محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي أن التطوير والتحديث في منظومة الدفاع الجوي مستمر وفقا لمنهج علمي مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة، بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها لحماية وتأمين المجال الجوي المصري. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقيادة قوات الدفاع الجوي احتفالا بمرور 51 عاما على بناء حائط الصواريخ في 30 من يونيو عام 1970، والذي اتخذ عيدا لقوات الدفاع الجوي. يوم 30 من يونيو، والذي نحتفل فيه اليوم بالعيد 51 لقوات الدفاع الجوي المصري، والشاهد على تساقط طائرات العدو وبتر زراعه بالطولة. إنه ليوم عظيم في تاريخ العسكرية المصرية، تجسد فيه بطولات عظيمة وتضحيات جليلة، قدم فيها رجال الدفاع الجوي أرواحهم حتى تظل الرايات خفاقة، فسلاما على الشهداء. وكان لزاما علينا في هذا اليوم
التقدم بالشكر والعرفان للقادة والرواد الأوائل من رجال الدفاع الجوي الذين سبقونا في تولي المسؤولية وحملوا لواء الشرف والواجب، فاستحقوا منا كل التقدير والاعتزاز. وأكد قائد قوات الدفاع الجوي أن مقاتلي الدفاع الجوي مستعدون دائما لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات لتبقى سماء مصر مصانة سلما وحربا ما دام فيها هؤلاء الرجال القادرون على مواجهة العدائيات وحماية سماء مصر على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية. أن أوجه رسالة اطمئنان لشعب مصر الكريم إن قواتكم قوات الدفاع الجوي هي حصنكم المنيع ضد من تسول له نفسه اختراق سماء مصرنا الحبيبة، ونجدد العهد معكم بالحفاظ على راية الوطن عالية خفاقة. ووجه التحية لرجال الدفاع الجوي حماة سماء مصر ودرعها الواقي، كما أتوجه بالتحية لرجال الدفاع الجوي حماة سماء مصر ودرعها الواقي المرابضين في كافة ربوع وحدود مصر الحبيبة. كونوا دائما على قدر المسؤولية وعند حسن ظن شعبكم الأبي، كونوا أداة للتحديث والتطوير وبناء المستقبل، كونوا القدوة والمثل في نكران الذات فداء لوطننا الحبيب. مؤكدين عهد الولاء لمصر وشعبها العظيم بالتضحية بكل غال ونفيس، وأننا إذ نؤكد للسيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي إن قوات الدفاع الجوي ماضية في التطوير والتحديث وزيادة قدراتها القتالية لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات، ويشرفني ويشرف قوات الدفاع الجوي أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجددين العهد لسيادته أن تستمر قوات الدفاع الجوي درعا يحمي سماء مصر وبناة للمستقبل بفضل الله ثم بسواعد رجالها المخلصين. حفظ الله مصر ووقاها شعبا وجيشا شر الفتن وجعلها واحة للأمن والأمان. رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي عاملة شهادة في حق البلد وسام تقدير كبير. الناس دي لا بتجامل ولا يعرفوا المجاملة، يعني ما ينفعوش يجاملونا. كلمت على مصر عملت ايه في الإصلاح، واجهت كورونا ازاي، توقعات معدلات نمو قادمة 2021 يبقى ازاي اللي جاي 22، ايه الأهداف المستحقة، مصر بتوفي بحقوقها ولا لا، باستحقاقة العالية ولا لا. شهادة هائلة صراحة صراحة، شهادة بتقول احنا ماشيين على الطريق كده بفضل ربنا ان شاء الله. في الفاصل بعض الناس بعتلي وناس كلموني قالوا لي نفسنا تسأل سؤال على الهواء، يا ريت تسأله. هل في بلد عملت اللي مصر عملته في 7 سنين في كل حاجة، مش مشروعات وطرق وكباري، لا حتى للإنسان المصري؟ الصحة أخبارها إيه؟ فيروس سي في مصر أخباره إيه؟ كان عندنا كام وبقى كام النهاردة؟ حالات الكام بتتعالج؟ وقوام الانتظار، قوام الانتظار انتظر دورك، كام ووصلوا كام؟ بدأنا تطبيق منظومة تأمين صحي ناجحة بامتياز في بورسعيد، ناجحة بامتياز في بورسعيد وهتكمل إن شاء الله في باقي المحافظات. طبقنا حاجات كتير عشان ما لكن هو ده السؤال، هو اتعمل بس إسكان اجتماعي وإسكان مش عارف إيه وسكن وعشوائيات وحلينا وحلينا وعملنا وكذا وكذا؟ لا، ما خلي بالكوا دي حاجات كمان مشروعات كبيرة جداً.
من فترة كده كان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المملكة العربية السعودية بيتكلم على مصر، بيتكلم على مصر من سنة أو سنة ونص تقريبا، وقال لك اللي بيحصل في مصر ده عمره ما حد يتخيله. قال لك مصر بتنطلق انطلاقة احنا عمرنا ما تخيلناها. ده اللي بيتكلم مين؟ ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان. البلد الاقتصادية، البلد اللي عندها بسم الله ما شاء الله قد ايه وايه وكل حاجة، بيتكلم مصر كده، مملكة ناس شايفة مصر كده، صندوق النقد النهاردة بيتكلم كده على بلدنا عملت ايه، ومحدش كان ولا احنا كنا متخيلين. لما كان سيادة الرئيس 2014 ونحضر اللقاءات ونطلع بالليل نتكلم زي دلوقتي كده، فالناس يقول لك يا راجل يعني العشوائيات دي مش هتبقى موجودة في مصر، ما كانوا بيقولوا قبل كده زمان من ساعة ما انه ما كانتش وفضلت موجودة. يا راجل هيتعمل طرق وهيتعمل محاور وهيتعمل في مصر، ما كانوا بيقولوا بس ما كانش بيتعمل. يا راجل اسكان اجتماعي للناس واللي عايش شقة يلاقيها، يا راجل سيبك من الكلام. يعني هتعملوا مليون وحدة سكنية مش عارف كام، يعني هتعملوا، كان كل ما سيادة الرئيس يطلع يتكلم يطلع يقول لك يعني هتعملوا، هو انتوا مصدقين؟ هو انتوا كانوا بيطلعوا يقولوا كده صح؟ انا بقولها لكم على الهوا وش. وقال لك ما تصدقوش الكلام ده، ده كلام بس ايه، واي حد بيتولى الحكم يطلع يقول للناس حاجات عشان الناس ايه تنبسط. بس الرئيس ما بيقولش عشان ده، لا هو بيقول عشان هيعمل وعمل. يعني مش بيقول الكلام كده اللي احنا بنقوله ده مجرد بس ايه عشان يعني، لا مفيش حاجه اسمها كده. اصل الكلام هنا ايه بيتحاسب الحساب، عملنا قال انه هنيجي بعد فتره، سياده الرئيس قال وما حصلش، لا سياده الرئيس قال وعمل، وفي حاجات كان بيقولها بعد ما تتعمل. يعني في كل المشروعات اللي بتتعمل في 2014 ومستمره، مفيش مشروع لقيت عليه مشروع عبد الفتاح السيسي، ملقتش، ملقتهاش. حد شاف مشروع مكتوب عليه اسم الرئيس؟ ان اسم المشروع ده مثلا عملنا محطة مترو باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملنا قطر يحمل اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي او حاملة الطائرات حملناها، عملنا مش عارف ايه جامعة مثلا او اكاديمية مثلا، مفيش حاجة عندنا كده، مفيش حاجة عندنا كده. مش عايز يعني ان مشروع يبقى بيحمل، لا مشروع المصري تحيا مصر، اه تحيا مصر دائما لينا كلنا شغل، ناس بتشتغل، ناس مش عايزة حاجة غير اعمل للشعب. ما عندناش حاجة الا مصلحتنا مع الشعب، كنا وهنفضل والبلد، مفيش حاجة اخرى غير مصر، وعايزينها تبقى احسن حاجة في الدنيا، بنحاول وربنا بيقدرنا وبينجحنا وواقف معانا وبيساعد البلد دي. لا يمكن حضرتك ابدا تتخيل ابدا اللي حصل في بلدك. ده انت بتعمل النهارده كم ميناء جديد، كم ميناء، ده احنا يمكن يبقى فيه بعد كم يوم افتتاح ميناء كبير او قاعده كبير، ممكن قد قاعده، ايه ده، ايه اللي انا بعمله ده؟ دي مصر بتعمل عملت ده في 7 سنوات بس، مش 20 ولا 40 ولا 70 ولا 80، 7 سنين. الرئيس ما بقالوش 20 سنة بيحكم، ولا 10 سنين والله، اتكلم في 7 سنوات. شوف صورة الرئيس اللي انا عرضتها امبارح فيديو، وشوف صورة الرئيس النهاردة وهو وزير للدفاع في يونيو 13 والنهارده يونيو 21. شوف الفارق، الحجم، التحمل، المسؤوليه. الناس لا تنام بمعنى الكلمه. عندنا حاجه واحده بس، ربنا يكرمنا ان شاء الله، بس
من الآخر حاجة واحدة فقط، ربنا يكرمنا إن شاء الله بإذن الله. فبقول لحضراتكم دي البلد. صندوق النقد بيقول إيه؟ قال إيه؟ أكدت سيلين ألار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، قالت إيه؟ قدرة مصر القوية على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، يعني بتتكلم على بلد عندها التزامات بتوفي بيها. وأكدت أن مستوى الدين الخارجي في مصر معتدل أو معتدلا مقارنة بدول الأسواق الناشئة الأخرى، وتوقعت أن يتخذ الدين الخارجي مسارا هبوطيا بداية من العام المالي المقبل اللي هو بداية من 1/7 بعد بكرة. وأشارت إلى أن الطروحات الحكومية الأخيرة جاءت عند معدلات مواتية نسبيا وآجال استحقاق منخفضة، ما يساعد على بناء مرونة ضد الصدمات الخارجية. وكشف الصندوق في بيان له إن مصر دخلت أزمة فيروس كورونا بوضع جيد واحتياطات قوية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام 16، وفي مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، مكنت السياسات التي اتبعتها السلطات في مصر من تحقيق توازن بين تأمين التمويل اللازم لحماية النفقات اللي احنا بنتكلم عليها الصحية والاجتماعية الضرورية، والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطات الدولية. يعني انت ما قصرتش في مطالب الناس واحتياجاتهم وأكلهم وشربهم وصحتهم ومعاشهم وتكافل بتاعهم والحاجات دي كلها، وكمان حافظت على الاحتياطي النقدي بتاعك. يعني مفيش حاجة جت على حساب حاجة، ان انا بصرف كتير على الناس وبالتالي الاحتياطي بتاعي بينخفض او بيتم استهلاك، لا، انا بعمل ده وبعمل ده، توازن، سياسة رشيدة، النقد سياسة مالية رشيدة. توقعت رئيسة بعثة صندوق النقد استمرار استقرار مستويات احتياطي النقد الأجنبي عند مستويات قوية، تكلم على مصر البنك المركزي، يعني دولارات عندنا، يعني 40 مليار دولار على الأقل يبقوا موجودين عندنا، وممكن يزيدوا زي ما زادوا وصلوا 45 مليار، ولكن كورونا عملت شوية تأثير، ولكن أيضا ما زلنا بنحافظ عندنا احتياطي الحمد لله. عند مستويات قوية الأمر الذي يعزز من استقرار الاقتصاد المصري. ده صندوق النقد، دي ناس ما تهزرش، دي ناس مش هجام مصر ولا الدولة المصرية ولا الدولة وشغلها واللي بتعمله ده، لو عندهم أي حاجة بيقولوها، ده ناس ما بتصدق، تلاقي ثغرة تقول لك البلد دي مش هتدفع والبلد دي عندها مشاكل والبلد دي، بتقول لك كل حاجة ماشية في مصر بسم الله ما شاء الله. خلي بالك الشهادة دي قوية جدا، حتى المؤسسات الدولية والتمويل والكله، أي حد النهاردة يقول لك مصر وضعها الحمد لله مستقر، اقتصاد مستقر، سياسة نقدية مستقرة، وضع حكومة شغالة، دولة شغالة، كل ده بتعمله في نفس الوقت في وقت واحد وما عندهاش أزمة مالية، الحمد لله يا رب. ما عندكش أزمة مالية، الحمد لله يا رب تاني. يعزز من استقرار الاقتصاد المصري. أشارت إلى أن صندوق النقد، خلي بالك اللي جاي، يرجح وصول مستويات الدين الخارجي إلى نحو 36% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام المالي الحالي. رجح الصندوق أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 2.8 أكتر من اللي احنا متوقعينه. يعني احنا كنا متوقعين 2 تقريبا فاصل 6، صندوق النقد النهاردة متوقع أكتر من احنا كالحكومة المصرية كان متوقعاه. الحكومة كان بتكلم على 2.6، النهاردة صندوق النقد بيتكلم على معدل 2.8 وأن ينتعش بقوة خلال العام المالي المقبل. كام؟ 5.2 العام اللي هو 21/22، وده يمكن نفس توقعات الحكومة المصرية. جاء ذلك في تقرير صادر عن الصندوق يضم أهم النقاط التي وردت من خبراء الصندوق في ختام مراجعة الأداء الثانية في
في ظل اتفاق اتفاق الاستعداد الائتماني لجمهورية مصر العربية وكذلك مشارات المادة الرابعة لعام 21. وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن استجابة مصر لأزمة جائحة كورونا جاءت من خلال إقرار إجراءات للتيسير النقدي والمالي بشكل حكيم. دي شهادة من صندوق النقد الدولي. شهادة الصندوق لو كانت سلبية في أي دولة بتخلي الدولة تعرض لانهيار. في 2013 أيام حكم التنظيم الخاين اللي بتاع التنظيم مع عصابة مرسي، الصندوق ده يعني ما معناه كده، قال لك مصر دي ما فيش فايدة منها. كانوا عملوا مراجعة زي الأيام دي كده قبل الثورة على طول بكام يوم، مراجعة كانت يعني خلاص إنه مصر على حافة الهاوية، وكنا فعلا كده على الشفا حفر، كنا كده والله لولا ثورة إنقاذ وطن من الهلاك والضياع، ثورة 30/6 كنا ضايعين ضايعين ضايعين. يعني الصندوق في الوقت ده ارجع له تقريره في الوقت ده، كان قبل الثورة ربما 3-4 أيام، قال لك البلد دي ما معناه ما فيش فايدة خلاص. النهارده الصندوق لانه خلي بالك شهادته يا اما البلد دي طالعه يا اما البلد دي يعني عندها مشاكل، الحمد لله بيتكلموا على البلد دي ماشيه على الطريق الصحيح باذن الله. وذكر الصندوق ان استجابه مصر لازمه جائحه كورونا جاءت من خلال اقرار اجراءات للتيسير النقدي والمالي بشكل حكيم وفي الوقت المناسب، مما ساعد على التخفيف من الاثر الصحي والاجتماعي للوباء مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة على تحمل الديون وثقة المستثمرين. وإيه؟ وثقة مين؟ المستثمرين. إحنا في المنطقة رقم واحد وفي العالم إحنا تقريبا بعد الصين، بتحقق نمو إيجابي بعد الصين مصر، محدش بيعمل كده، ما عندكش دولة في منطقة عاملة زينا نمو إيجابي، كله عامل سلبي ما عدا مصر في المنطقة، وإحنا في العالم جايين ترتيب متقدم تقريبا بعد الصين. الصين ومصر عاملين نمو إيجابي رغم كورونا. شدد الصندوق على ضرورة أن تستمر السياسات المالية والنقدية على المدى القريب في دعم التعافي الاقتصادي مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، كما سيكون تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروريا لمواجهة تحديات ما بعد كورونا وتعزيز الاحتياطيات وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر لتعم الفائدة على جميع المصريين. يعني بص الصندوق متوقع إيه لمصر؟ بص توقعات الصندوق بيقولوا إيه؟ بيطلب الاستمرار في الإصلاحات اللي هو استمرار السياسات المالية والنقدية على المدى القريب، وأيضا استمرار الإصلاحات وتوسيع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاحتياطيات وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة. النمو الهائلة، صندوق متوقع نمو هائل في مصر، وقال لك إيه؟ الفائدة تعم على كل المصريين. شهادة محترمة جدا وقوية جدا، ودي بتقول ان احنا الحمد لله ان شاء الله ماشيين على الطريق الصح رغم الصعوبات. في صعوبات؟ اه طبعا في صعوبات بتواجهنا وواجهتنا صحيح. تجراي، كنا بنتكلم على تجراي امبارح واللي حصل في تجراي وجبهة تحرير تجراي. لما يعني نجحوا في انهم يحرروا هذا الاقليم من ابي احمد وعساكر ابي احمد وقوات ابي احمد. تجراي اللي قدام حضرتك اهو، والعاصمه بتاعتها ميكيلي اللي قدام حضرتك، اللي هي واقعه على حدود مع اريتريا، هذا الاقليم اللي قدر يحقق انتصارات على جيش أبي أحمد أو على قوات أبي أحمد. وهذا الإقليم طبعا الاحتفالات من امبارح شغالة في تجراي، شغالة زي ما حضرتك شايف كده، احتفالات وأعلام. ده علم الإقليم، ما بيرفعوش علم إثيوبيا، رافعين علم إقليمهم ده اللي قدامك ده. فهذه الاحتفالات من امبارح
بعد أن دحروا قوات أبي أحمد. والنهاردة كمان اتكلموا على أنهم هيواجهوا وهيستمروا في مواجهة قوات أبي أحمد حتى في أمهرة. قال لك هنروح وراهم أمهرة، ده مكان اللي هو الإقليم أو القبيلة اللي تابع لها أبي أحمد. وقال لك كمان لن نترك أسس أفورق وقواته، وهنروح لهم أسمرة. آدي الناس اللي قوات أبي أحمد آلاف اللي استسلموا لقوات جبهة تجراي قدام حضراتكم. فطبعا الواضح العملية ايه؟ هتزيد وهيبقى فيه يعني المعارك هتستمر وتكون معارك طاحنة، لان هم زي ما بقول كده قرروا النهاردة جبهة تحرير تجراي انهم يوسعوا من اماكن نفوذهم. قال لك لا احنا مش تجراي بس، احنا هنروح كمان امهرة وهنواجه قوات يعني هيطردوا ابي احمد. هما دلوقتي عملية في صدمات وفي مواجهات بتتم، وفي طبعا وفي لسه دلوقتي جاي اخبار كتير على انه في اتساع للمواجهات كمان في الاورومو، في الاورومو وفي اطلاق رصاص بالقرب من احد السجون اللي فيها اشهر معارض لابي احمد اللي هو جوهر محمد. جوهر محمد لابي احمد اعتقله بقاله سنتين في السجن. فبيقولوا دلوقتي في مواجهات في الاورومو، في قدام حضراتكم اهو، نعم، اشتباكات مع رقية الاورومو الرافضة لمشروع السد. اذا زي ما حكوا بنشوف كده، وايضا والسجناء اخرين، وانه طبعا بدأوا طبعا واضح انه في الامور في فوضى بتحدث في اثيوبيا، في اقاليم مختلفة في اثيوبيا، في عدد من الاقاليم منها الاورومو مهمة التحرك اللي حاصل ده، واللي هو زي ما بيقولوا كده انهم عايزين يفرجوا عن كل من تم اعتقالهم خلال 48 ساعة. يعني قالوا لازم يفرجوا عنهم. وطبعا الاورومو ده من الاقاليم اللي ابي احمد مهمشها، وفيهم فقر مدقع زي ما بنقول كده، ومفيش طبعا استثمارات، مفيش فرص عمل، عندهم بطالة رهيبة جدا. يعني ابي احمد خلاهم زي ما بنقول كده قمع واستبداد من ابي احمد ضد هذا الاقليم، اقليم الاورومو. فاقليم الاورومو طبعا يعني حاليا واضح انهم بيقوموا بمواجهات زي ما بيقولوا كده، في اطلاق رصاص، في حتى البي بي سي عاملة تقرير بتقول انه جوهر محمد اللي هو ابرز معارض لابي احمد هو ده اللي ممكن يهدد عرش رئيس الوزراء الحالي ابي احمد، قالوا في تقرير ليهم البي بي سي. وقالوا كمان انه طبعا في المواجهات اللي شغالة، وانه المظاهرات اللي شغالة حاليا في الاورومو مع التجراي. التجراي طبعا شغالين بشكل قوي جدا على زي ما بقول لحضراتكم الوضع اللي هو بيحصل قدامنا بعد هزيمة قوات أبي أحمد امبارح ونجاح قوات تحرير أو جبهة تحرير تجراي من يعني استعادة هذا الإقليم واستعادة العاصمة وبس السيطرة على تقريبا كامل الإقليم. وقرروا النهاردة أنهم هيقوموا أيضا بمواجهة أبي أحمد في إقليم أمهرة اللي بينتمي ليه، وهيوسعه وأيضا يواجه قواته وهيطردوا قواته في كل مكان زي ما قالوا كده. لأنه واضح زي ما هم قالوا إن هم استعادوا قوتهم، رغم إنه أبي أحمد كان أعلن السيطرة على الإقليم ده بالكامل منذ نوفمبر الماضي، ولكن السيطرة كانت بارتكاب جرائم وبقتل الآلاف من المدنيين. آدي جوهر محمد، جوهر محمد ده اللي هو اعتقله أبي أحمد، واللي هو يعد أكبر معارض لأبي أحمد، والبي بي سي اللي قالت إنه هو يهدد عرش أبي أحمد. جوهر محمد أبي أحمد اللي اعتقله قبل سنتين، واللي فيه كلام دلوقتي إنه فيه إطلاق رصاص بالقرب من السجن اللي فيه معتقل فيه جوهر محمد. هو إعلامي وعنده محطات وعنده أبي أحمد، عشان كده بيخد ضده كل هذه الإجراءات في مواجهته واعتقال
جوهر محمد اللي بيتكلموا عليه ان هو ابرز واحد النهارده يهدد عرش ابي احمد. ده اللي بيحصل في اثيوبيا وفي اقليم تيجراي بعد نجاح او قوات الاقليم في بص اثروا الالاف من قوات ابي احمد قدامكم الالاف اثروهم، وديك شايف ده القوات الاثيوبية او ده الجيش الاثيوبي، جيش اللي هو ابي احمد بيتكلم عليه وبيقول يعني طبعا دول طبعا افراد من قوات اللي هي قوات جبهة تحرير تيجراي، ودي العاصمة تيجراي ميكيلي اللي تم تحريرها بالامس، والاحتفالات مستمرة من امبارح لحد النهاردة داخل هذا الاقليم. طبعا حصل مواجهات مع قوات ابي احمد واللي تم طردهم من هذا الاقليم، حتى الحكومة اللي عينها ابي احمد حكومة مؤقتة تم طردها من مكان اللي كانوا مخصص ليهم لادارة هذا الاقليم، وهربوا بعد ان سيطر قوات تحرير جبهة تيجراي على مقر الحكومة المؤقتة اللي كانت تابعة لابي احمد. هناك طبعا الاف الأمم المتحدة النهاردة بتحذر من المجاعة اللي تسبب فيها أبي أحمد لعشرات الآلاف من أهالي إقليم تيجراي، ومنهم عشرات الآلاف اللي موجودين أيضا حاليا في العاصمة في السودان أيضا، واللي بيتم متابعتهم من خلال منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والإغاثة الدولية نتيجة لما تعرضوا ليه وهروبهم بعد يعني عمليات الاغتصاب اللي تمت من جانب قوات أبي أحمد وقوات أيضا أسياس أفورقي والتحالف اللي تم بينهم واللي دفع ثمنه الشعب تيجراي. طبعا زي ما بقول لحضراتكم ده الوضع في تيجراي من امبارح لحد النهاردة، واللي هو اهتمام النهاردة كمان الولايات المتحدة الأمريكية هددت إريتريا وأثيوبيا، وجهت تحذير شديد ليهم عشان الأعمال العدائية في إقليم تيجراي. والأمريكا النهاردة حسب مسؤول في الخارجية الأمريكية طالب بيتعين على إثيوبيا وإريتريا أنهم يتوقعوا المزيد من الإجراءات من جانب الولايات المتحدة إذا لم يؤدي الإعلان عن وقف الأعمال العدائية إلى تحسن في إقليم تيجراي، وأكدوا أنه لابد من مراجعة ما يتم وأنه هيكون في إجراءات هتتاخد، وأنه في النهاردة مطالبات بعقد جلسة لمجلس الأمن خاصة بإقليم تيجراي، وأنه ربما تكون يوم الجمعة القادمة يعني للجمعة الجاية في توقعات أنه ربما يكون في جلسة لمجلس الأمن تعقد خصيصا لبحث جلسة طارئة لبحث ما يجري في إقليم تيجراي من ما ارتكبه أبي أحمد من جرائم فظيعة. واليونيسف كانت استنكرت اقتحام عناصر من قوات أبي أحمد للمكتب اليونيسيف اللي موجود في تيجراي، و يعني أدانت هذا الاقتحام وقالت انه ده يعني يتعارض مع كل الحصانة بيحصل عليها المنظمة وأعضاء المنظمة. الأمين العام أنطونيو جوتيريش للأمم المتحدة قال انه هو اتكلم مع أبي أحمد حول وقف إطلاق النار في تيجراي، وقال انه هو طالبه بوقف إطلاق النار بشكل كامل وبشكل فعال، ولأنه كمان هناك يعني سوء للأوضاع الإنسانية نتيجة للجرائم اللي ارتكبها أبي أحمد في إقليم تيجراي. أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي النهاردة كان بيتكلم على ليبيا واتكلم على القوات الأجنبية وهي القوات التركية اللي موجودة في ليبيا، وقال أنه هذه القوات الأجنبية اللي موجودة سترحل قريبا، ولكن قال هتاخد شوية وقت، ولكن قال انها سترحل من الاراضي الليبية تنفيذا لمؤتمر برلين 2 اللي كان يوم الاربعاء الماضي، والمؤتمر اللي كان يعني هدفه ايضا ضرورة الوصول الى انتخابات يوم 24 ديسمبر القادم. في الامم المتحدة النهاردة انهم بيهددوا اي مسؤول في ليبيا يمنع اجراء الانتخابات في موعدها هيتاخذ ضده اجراءات وتوقيع عقوبات من جانب المجتمع الدولي. طبعا القوات والميليشيات اللي موجودة لابد ان تترك الاراضي الليبية ولابد من رحيلها عن الاراضي الليبية، وطبعا اتكلموا على حوالي 7000 عنصر تابع للجيش التركي موجودين حاليا في ليبيا، بالاضافة الى حوالي 20000 إرهابي من المرتزقة اللي موجودين في الأراضي الليبية اللي تم نقلهم بمعرفة تركيا
إلى ليبيا، ولكن مؤتمر برلين 2 كان له محددات واضحة فيما يتعلق بالوضع على الأرض، ومتعلق بالمرتزقة وسحب القوات الأجنبية بالكامل، مبقاش في أي قوات موجودة في على الأراضي الليبية، والتمهيد الأرضية للوصول إلى الانتخابات القادمة في 24 ديسمبر القادم. رحمة الله الشهيد هشام بركات، النهاردة ذكرى استشهاد البطل شهيد هشام بركات النائب العام. جماعة الإخوان الإرهابية نفذت هذه الجريمة، عشان نعرف كمان وما ننساش يا جماعة جرائم هذه العصابة الإخوانية. مش معنى إن احنا الدنيا الحمد لله نسينا، لا ما ننساش، ما ننساش عملوا إيه فينا، ما ننساش عملوا إيه في بلدنا، ما ننساش عملوا إيه في جيشنا في شرطتنا والقضاء، ومنه النائب العام، ومن بينهم النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات، ربنا يرحمه ويحسن إليه. هذا رجل أيضا ضحى من أجل مصر. جماعة الإخوان الإرهابية عقب الاعتصام الإرهابي اللي كان في رابعة قرروا اغتياله، وضعوا خطة، إرهاب يحيى موسى محكوم عليه بالإعدام، وضع خطة لاغتيال الشهيد هشام بركات. مجموعة إرهابية تم تنفيذ الإعدام بالتسعة اللي شاركوا في التنفيذ واللي كانوا موجودين على المسرح، تم تنفيذ الإعدام فيهم قصاصا لروح هذا الشهيد البطل اللي دفع واستشهد دفاعا عن بلده، لأنه خد قرار بفض الاعتصام الإرهابي المسلح اللي كان في ربع العدوية، خططوا لاغتيال الشهيد البطل ونفذوا جريمة الاغتيال. لا ننسى أبدا هذا اليوم عام 15، 29 يونيو 2015، تم اغتيل الشهيد البطل هشام بركات. خرج الشهيد، كان في الطريق، كنا في شهر رمضان، في الطريق لمكتبه، وكان قبلها حاولوا أيضا اغتياله أمام مكتبه في دار القضاء العالي، لما حطوا عبوات ناسفة وفي شهداء 2 أو 3 في ذلك اليوم، أيضا كان استهداف النائب العام في ذلك الوقت، واستمروا في ملاحقة النائب العام المستشار هشام بركات، رصدوا البيت وخططوا ونفذوا الجريمة، جريمة اغتيال الشهيد البطل هشام بركات. وده الإرهابي محمود، اسمه ايه، محمود الأحمدي، اللي نفذ الجريمة، وأمام نيابة أمن الدولة بيشرح ليهم ازاي نفذوا جريمة اغتيال الشهيد هشام بركات، وده عضو في جماعة الإخوان الإرهابية. دي من العمليات اللي الإخوان نفذوها بشكل واضح، واحدة من جرائم جماعة الإخوان الإرهابية اغتيال النائب العام، اللي خططوا ورتبوا ليها جماعة الإخوان بالكامل، تخطيطا تمويلا تنفيذا، هي اللي خططت ونفذت هذه الجريمة. شرح الإرهابي محمود الأحمدي ازاي بالظبط خططوا ونفذوا بالظبط زي ما حصل. دي في المعاينة التصويرية بعد القبض عليهم، كان الأمن الوطني قبض عليهم يمكن بعد 4 أو 5 شهور من تنفيذ العملية، وجاب كل المتهمين ما عدا اللي كانوا هربانين واللي قاعدين بره مصر في تركيا، ولكن تم التنفيذ وتم القبض على هذه المجموعة الإرهابية الإخوانية. بيشرح وقت التصوير للإرهابي اللي كان معاه اللي بيصور اسمه أبو القاسم، أبو القاسم. فشرح الإرهابي محمود الأحمدي نفذوا إزاي، خطة وضعوها إزاي، رصدوا إزاي. كان قبل التنفيذ بيوم حاولوا ينفذوا، ولكن النائب العام أخذ طريق آخر، وجوم تاني يوم وخذ الطريق اللي هو اللي استهدفوه فيه واللي يعني نفذوا فيه جريمة الاغتيال. حتى لا ننسى جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، وإحنا بنشوف أيضا جريمة اغتيال الشهيد النائب العام المستشار هشام بركات، حتى نتذكر جزء من هذه الجرائم التي ارتكبتها هذه الجماعة الإرهابية. النهارده كان في
مجلس الشيوخ لقينا كابتن محمود الخطيب، كابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، موجودين مع استاذ ابراهيم حجازي رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ. والناس بدأت تتكلم، هم موجودين في مجلس شيوخ مع استاذ ابراهيم حجازي، طب ايه المجلس، هل عندهم حاجات معينة ولا لا، هل الاجتماع ده خاص بقانون الرياضة ولا لا، في كلام على تعديلات لقانون الرياضة وحاجات كده، طب ايه اللي بيحصل في هذا، يعني في مثل هذه النوعية من الاجتماعات بيكون امر مهم. وكابتن خطيب طبعا مع كابتن حسن مصطفى ومع الاستاذ ابراهيم حجازي، الاجتماع اللي اتعمل النهارده في مجلس الشيوخ لجنه الشباب والرياضه، اللي ربما يكون في عدد من القضايا اللي تم مناقشتها ايضا خلال هذا الاجتماع بحضور كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وكابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، وواحد من الناس اللي هم اسم حسن مصطفى اسم كبير ويعني في المجتمع الدولي، وعدة سنوات يتولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد، وكان طبعا البطولة اللي مصر أقامتها وكانت بطولة ناجحة بامتياز، وكان ليه دور كبير أيضا الكابتن حسن مصطفى انجاح هذه البطوله، انه في بعض الدول اللي كان طبعا اغلاق وكورونا قال الدوله اللي ما عندهاش طيران احنا نوفر لها الطيران، يعني كان ليه دور مساهم جدا ومساعد جدا صراحه لانجاح بطوله كره اليد مع مصر اللي عملته في ذلك الوقت واللي اتكلمنا عنه فتره طويله. لكن بمناسبه وجود كابتن حسن مصطفى كمان في هذا الاجتماع النهارده اللي كان في مجلس الشيوخ عشان متابعه عدد من القضايا في طيب نروح لاستاذ ابراهيم حجازي رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس الشيوخ. استاذ ابراهيم اولا مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا استاذ احمد والساده المشاهدين كلهم، ازيك؟ لا ازي حضرتك اولا، لقينا النهارده كابتن الخطيب مع كابتن حسن مصطفى مع حضرتك في هذا الاجتماع، حصل تساؤلات وخليني نقول لحضرتك اللي حصل النهارده. بعض الناس قالوا اصل في مشروع قانون خاص بقانون الرياضه الجديد وتدخلات حاصله مش عارف ايه لجان اولمبيه وغيره، وعايزين حاجات دور لوزير الشباب والرياضه وغيره، ايه حقيقه هذا الكلام؟ ام هناك قضايا اخرى تم بحثها في هذا الاجتماع؟ اتفضل. طبعا انت عارف اي حاجه استاذ احمد لو اتقابلتوا انتوا الاثنين في صلاه الجمعه هيقولوك يعني. نعم ما علينا. نعم الدكتور حسن النهارده والكابتن الخطيب، وكان يعني الفكره كلها ان ما ينفعش يبقى الدكتور حسن هنا، انا عرفت انه في اجازه وما نقعدش معايا في لجنه الشباب والرياضه يعني. وخاصه ان احنا الاجتماع ده كان اثار، هو طبعا لما جم قابلوا الاستاذ رئيس المجلس الشرعي عبد الوهاب. نعم. وطبعا النهار مش هيجي الدكتور حسن كده ويطلع فاضل من الشغلانه يعني، فاحنا في نقدر نقول ان يعني بالحروف الاولى اتعملت النهارده والبروتوكول اتعمل النهارده ما بين يعني لجنه الشباب ووزاره الشباب هنا في مصر الشباب والرياضه، وهناك تنسيق كامل الحقيقه مع الوزاره في امور كثيره، لان دورنا بنساعد في كل حاجه يعني. فان البروتوكول ده لان انا عرفت من الدكتور حسن ان في بروتوكول معمول ما بين الاتحاد الدولي ووزارة التربية والتعليم، بس كورونا وقفته، كان علشان ان هم يعملوا 3 مليون لاعب خلال 3 سنين. ان الاتحاد الدولي هيقدم كل المساعدات الفنية واللي هي عبارة عن ادوات وعبارة عن تدريب لمدرسين التربية الرياضية ان يقدر يحولوا الى مدرب كرة يد. نعم. وطبعا دي حاجة كويسة جدا، احنا عندنا طبعا مؤكد عندنا نقص في الكوادر يعني. الكلام. قلت له يا كابتن حسن طب ما احنا النهارده احنا عايزين نعمل في مراكز الشباب، احنا عايزين يعني على الاقل عندنا مراكز الشباب المتطوره حوالي 360 مركز. قلت له ان احنا عايزين ان مراكز الشباب نعملها، لان هنا عايز بس اوضح نقطه يا استاذ احمد. اتفضل يا فندم. احنا عندنا حته واقعه في الرياضه هنا اللي هي قطاعات الناشئين. الانديه الله يكون في عونها اللي هي مثلا كبيره عنده 30 لعبة. والحقيقة النادي كشكول ده ما فيش في العالم نادي كشكول عنده 30 لعبة ومشارك فيها كلها، وعنده نشاط اجتماعي وعنده يعني مسألة صعبة على النادي.
الضحيه بتبقى فين؟ ان النادي بتبقى اهتماماته بالفرق الدرجه الاولى كلها اللي مشارك فيها. فقطاعات الناشئين عندنا بعافيه شويه. الحقيقه الدوله اي مبذور حاليا مشكوره في هذا الموضوع، انما انا في تقدير ان احنا عايزين نعظم هذا الدور بطريقه علميه. فالاتفاق كان ان احنا يا اتحاد دولي كره اليد احنا محتاجين معاونتك ان احنا نعمل هنا عندنا في مراكز الشباب ديت نعملها مراكز تدريب للموهوبين لغايه 17 سنه. الحته دي مش موجوده عندنا. يعني انا لو لقيت موهبه عندي في اي لعبه مفيش مكان يبقى فيها رعايه سليمه. مش دي القضيه بقى، انك انت القضيه ان طب البرنامج الفني منين؟ الاتحاد الدولي هيدينا البرنامج الفني لمده 5 سنين أو 6 سنين على بعضه. اللي هو البرنامج البدني والبرنامج المهاري والبرنامج الثقافي اللي بيعلم ازاي الطفل الصغير لغايه ما يكبر يبقى لعيب محترف ويفهم ازاي كل واجباته واللي ليه واللي عليه والكلام ده كله. النهارده عشان اعمل هذا الكلام احنا عايزين تاهيل من الاول، تاهيل مدربين يعرف يكتشف الموهبه. وده هيعمله الاتحاد الدولي. وعندنا كوادر النهارده يعلن عنها الوزاره بقى تبتدي تتولى هذا المساله. طب الكابتن حسن قال لحضرتك ايه؟ الكابتن حسن مصطفى قال ايه؟ لما خلاص انتهى الموضوع ده انتهى يا استاذ احمد. هو دخول الحمام زي خروجه، انتهى الموضوع ده خلاص. يعني ده انتهينا خلاص، موافق على ده. الجزء الثاني بقى اللي فيما يخص انا ضيعت حياتي العمر كله في الرياضه يعني. احنا عندنا قانون الرياضه الحالي، انا بتكلم احنا ما عندناش اي حاجه رسميه لكنا بشان تغيير اي قانون عشان بس نبقى ما ايه بتكلم كرئيس طيب نادي الشباب. الكلام ده مهم، ما جالكوش اي حاجه خاصه لا 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 لا, لا ولا في لا عندنا ولا في مجلس النواب ولا في ولا في الحكومه ولا في اي حته حتى الان ولا لا ممكن لا لا وارد لا 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 انا ما انا هحكي لحضرتك. اتفضل يا فندم. انا ما قعدت مع كابتن حسن وده حقيقي يمكن حبها في الاهرام في حوار عامله معاه انا يوم الجمعه كصحفي يعني خدت بالك المقابله ديت. قلت له دكتور حسن القانون بتاع الرياضه اللي موجود الحالي اغفل نقطه مهمه جدا، ودي نقطه مهمه يا استاذ احمد الحقيقه. الدستور عندنا ماده في الدستور بتقول ممارسه الرياضه حق لكل مواطن. يعني حق كل مواطن ان يمارس الرياضه. هي المشكله ان احنا القانون اللي موجود ما عرفش الرياضه. هل الرياضه هي الكوره؟ هل الرياضه هي الباسكت؟ هل الرياضه هي النشاط الحركي؟ طبعا الرياضه هي اي نشاط بدني الانسان، هي دي الرياضه. كلمه رياضه معناها اي نشاط بدني. القانون ما عرفش موجود ده، ما عملش تعريف لهذا الموضوع ولا عملش تعريف للنادي عشان يقول لنا النادي ده بتاع بطوله ولا النادي ده بتاع ممارسه ولا النادي ده نادي اجتماعي. في خصوص لم يقرب من بعيد ولا من قريب، انا بقول على حضرتك على المآخذ اللي انا كواحد صحفي رياضي ويعني والنهارده بتكلم عليها، وانا لابد ان يكون في تعديل لان عملنا مشكله. احنا عايزين ننفذ اللي الدستور بيقول عليه ان ممارسه الرياضه حق لكل مواطن. الممارسه مش موجوده في القانون يا استاذ احمد. القانون بتاع الرياضه اللي موجود كله قانون بتاع البطوله. يعني ايه البطوله؟ يعني بيتكلم على الانديه دي بتاع البطوله. بيتكلم على الاتحادات الرياضيه، بيتكلم على اللجنه الاولمبيه، بيتكلم على الجمعيات العموميه، بيتكلم، انما ما اتكلمش على الممارسه اللي الدستور بيقول لنا عليها. ولم يذكرها لا من قريب ولا من بعيد، فبالتالي اصبح الكلام اللي بيقوله الدستور ملوش اي تطبيق على الارض. فانا قلت للكابتن حسن الدكتور حسن مصطفى بصفته هو مفوض من اللجنه الاولمبيه الدوليه ومن اللجان الاولمبيه الاقليميه، مفوض هو في لجنه ثلاثيه هو رئيسها مع السيد رئيس وزير الشباب والرياضه والسيد رئيس اللجنه الاولمبيه. اللجنه دي في اي مشكلات تحدث او اي في حاجات اللي بتنظر في هذا الكلام. فلما بكلمه قلت له ايه حكايه الفزاعه اللي محد كل ما حد يتكلم يقول لك هيوقفوكه، اوعى تقرب اوعى تعالى، ايه الموضوع؟ هل انتوا عاملين فزاعه بجد يعني ولا بتاع؟ قال لي لا فزاعه ولا موضوع. قال لي هو القانون اللوائح بتاعت الاتحاد الدولي لكره اليد مثلا، هو في الاتحاد الدولي لكره اليد بالمناسبه يعني دكتور حسن مصطفى رئيس لهذا الاتحاد من 20 سنه 21 سنه دلوقتي. منهم 5 دورات، هم منهم 3 دورات بالتزكيه يا استاذ احمد، فده حاجه فخر لمصر صحيح يعني. لسه بشيد بيه كده و209 دوله. فبيقول لي هو اللائحه بتاع اللائحه والقانون بتاع اتحاد اليد مين اللي عاملها؟ قلت له الجمعيه العموميه. طيب ما هي الجمعيه العموميه فيها كل الدول، مصر فيها.
الجمعية العمومية بتاعة الاتحاد الدولي، كل دول المشتركة في الاتحاد الدولي هي عضو في الجمعية ولها صوت فيها. واللجنة الأولمبية الدولية لوائحها وقوانينها وبتاع ده اللي عملها اللجنة الأولمبية الأهلية، نعم، اللي مصر، اللجنة الأولمبية المصرية. فكل ما هو في لوائح موجودة برة احنا مشاركين في وضعها. تمام. بطبيعة الحال طالما انا بتعامل معاهم فلازم ان انا حابة في جزء من الكلام يبقى انا متوافق مع النظام اللي انا شاركت في وضعه. ايه القضية هم هناك في اللجنة الأولمبية الدولية كل الذي يعنيه في هذا الموضوع؟ مسألة اللي هي ان المجالس المنتخبة، ان المجالس بتاعة الاندية دي والهيئات الرياضية دايما كلها منتخبة، ولا يصح انك انت مجلس منتخب تحله، خلي الجمعية العمومية هي اللي تنزله، انما انت ما تتدخلش اي تدخل حكومي. وهذا كلام احنا موافقين عليه، وهذا كلام فير يعني احنا ما حدش معترض عليه. قلت له اذا النهارده لو انا عايز اقول انا عايز اعدل في قانون الرياضه عشان ما فيهوش تعريف بكلمه رياضه، قال لي ما تعدل. قلت له طب لو انا عايز اعدل في كذا عشان كذا عشان كذا، يعني الحاجات اللي احنا شايفينها ان احنا عايزين نعملها لصالح الرياضه، قال لي ما تعملوا الكلام ده شان داخلي ويتعمل. تمام. فهو ده الوضع، انما لا توجد اي حاجه من اي حته من اي موضوع، لا الحكومه تقدمت لمجلس النواب باي مشروع قانون، ولا احنا تناقشنا رسميا في اللجنه في هذا الموضوع. لكن استاذ ابراهيم حضرتك مع انه القانون يحتاج الى تعديل في بعض المواد؟ لازم. ما انا بقول لسيادتك انا بقول لسيادتك نعم. بقول لسيادتك انا كواحد عشت 40 سنه في الرياضه، صحيح، مفيش قانون ما فيهوش تعريف لكلمه رياضه. ما ينفعش قانون الرياضه ما يعرفش الرياضه يا استاذ احمد. نعم. ما ينفعش قانون الرياضة ما يعرفش النادي، عشان أعرف النادي اللي عن... أنت لما تيجي عايز تعرف النادي اللي موجود، هل النادي الأهلي نادي بطولة ولا نادي اجتماعي ولا نادي اجتماعي رياضي ولا رياضي؟ هتلاقي كل حاجة. تصور حضرتك، خدت بالك؟ على فكرة وده ظلم المجلس الإدارة، لأن مجلس الإدارة تفاجئ إنه مسؤول عن 30 لعبة تقريبا، ونادي الزمالك نفس الحكاية، ومسؤول في نفس الوقت عن قرب 50,000 أسرة. نعم. وبرضه نادي الزمالك، طب وده معقول الكلام ده؟ فدي حاجات. الكابتن الخطيب كان موجود النهارده، كنا عشان عايزين نعرف منه التجربه بتاعت النادي الاهلي في فكره ان انا ابتديت اعمل شركه مساهمه، اللي هو الحاجات اللي القانون بتاع الرياضه قال عليها، وده كل العالم كده يا استاذ احمد. بالك نعم. فالحقيقه موجوده، بس برضه في ثغرات في المساله. والثغرات دي ما لم القانون ياخد باله منها هتعمل مشكله قدام. لما انا هعمل شركه مساهمه مش عارف هتبقى ازاي، طب ازاي في حاجات كتيره هتبص انها تصطدم. طب الشركه المساهمه دلوقتي هيبقى انا النهارده النادي بيتعامل مع وزاره الاستثمار ولا بيتعامل مع وزاره الشباب والرياضه؟ واخد بالك يا استاذ احمد؟ ففي امور معلقه لابد ان تفصل في القانون ده. انا بعتقد ان القانون لانه يعني دلوقتي بقى الرياضه فيه استثمار جامد في الرياضه دلوقتي. خلاص، ما الرياضه الرياضه كل الرياضه بقت استثمار، يعني استثمار. ما فيش حاجه صح، يعني هي اعظم استثمار طبعا من استثمار في الشباب. نعم. انما هي انما الرياضه النهارده دلوقتي رياضه الاحتراف فيها استثمار، تشمل بس دلوقتي حقوق البث قد ايه والكلام ده كله. نعم. لا، المساله فيها فلوس كتير جدا. لابد ان يكون في اليه بتنظم هذه المساله يا استاذ احمد. قول لي يا استاذ ابراهيم، بتتابع امم ايه المفاجاه في امم اوروبا؟ خروج مين؟ الكبار؟ هو انا اربعه؟ ما امبارح فرنسا خرجت، المانيا خرجت، والمانيا النهارده. بس خلي بالك احنا اللعيبه خلصانه مش قادره تمشي. انا عايز احكي لك على حاجه. حقيقه الامر ما فيش حد، لان في المساله بقت فلوس. ما هو اللعيب بيقبض في الاسبوع 200,000 ومبالغ كده، احنا ما سمعناش عن احنا هنا حاجات كده. ربنا الاحتراف اللي حضرتك بتقول عليه الاحتراف. الاحتراف نعم. بس الاحتراف خلي بالك، طب انا طاقه الانسان او الحدود الانسان له حد اقصى للطاقه. يعني هو بعديها، عشان كده انت النهارده حتى المستويات اولا مش كويس، مش حلوه. تمام. يعني المستوى الفني مش، احنا طبعا شايفين حاجه كويسه طبعا بالنسبه للي عندنا. انما في واقع الامر اللعيبه تعبانه جدا. يعني انت اللعيبه تعبانه جدا جدا جدا. واللعيبه دي كلها يعني الفرقه اللي هتوصل، طب اي نادي النهارده عنده اللعيبه يا استاذ احمد موجوده في نعم. مع منتخباتها عمال يدعي ان هم يطلعوا عشان لعيبته ترجع له عشان نلحق يرتاحوا قبل ما يخش الموسم الجديد. خلي بالك الموسم الجديد يبقى على طول. يعني هيطلعوا من الامم هيرجع على الدوري يخش في المطحنه. يعني زي الدوري الانجليزي ده اللعيبه خلصانه طبعا. فالمستويات احنا ما بقيناش زي كاس العالم زمان. زي كاس العالم زي ما بنشوفها، فطبعا ده طبيعي. ليه؟ لان خلاص دلوقتي الاتحاد الدولي عايزين يجيبوا فلوس. نعم.
عشان يجيبوا فلوس لازم ينظموا اكبر عدد مباريات عشان الحقوق. ما الفلوس مش هتيجي الا من حقوق البث ومن حقوق مش عارف ايه ومن حقوق ايه ومن حقوق ايه. نعم. طب واللاعب ده هل في حد قال لنا ولا يجرؤ حد على فكره يعمل الكلام اللي هقول لحضرتك عليه؟ فضل. يقول ان المفروض ان لاعب الكره الحد الاقصى بتاعه ان هو قد كده. بس القضيه في في الماتشات الرسميه مش المجهود ال 90 دقيقه. القضيه المجهود العصبي اللي بيتعمل، الضغط العصبي اللي موجود في الماتش، والجهاز العصبي اصلا هو اللي بيحرك الجهاز العضلي. فالجهاز العصبي ده عند حته معينه خلاص بقى يعني هو ضغط 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 ضغط. فانا شايف طبعا ان اللعيبه على قد ما هم طبعا نجوم وبياخدوا فلوس، بس طبعا بيتقتلوا من الناحيه الثانيه. فعشان كده كل المفاجآت، او انت هتشوف مفاجآت يعني الماتش النهارده دلوقتي السويد بتلعب مع اوكرانيا. طبيعه الحال السويد لما تلعب مع اوكرانيا 500 مره يكسبوا 560. لغايه 1-1 لغايه 1-1 وممكن ايه ما يا اخي تبارك امبارح المفاجاه بتاعت امبارح فرنسا. فرنسا يعني كانت فرنسا خلاص الماتش كان خلص ايه و... صحيح. ففجاه بقى 3-3 فوب مش يعني في مسائل. استاذ ابراهيم شرفتنا ونتشرف دايما بحضرتك، بشكرك شكرا جزيلا. استاذ ابراهيم حجازي رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس الشيوخ، دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. تجربه امتحانات التجريبيه خرجنا منها بايه بالضبط عشان ندخل الامتحانات الرسميه بايه؟ يعني انتهينا لايه من هذه التجربه؟ كان بالنسبه لنا مفيده قوي، في حاجات مثلا نقاط ضعف معينه لقيناها هنتلافاها في الامتحان الرسمي؟ ما هو ده كان الهدف الحقيقه من ثلاث امتحانات تجريبيه. احنا اطمأنينا كدوله على قدره السحابه الالكترونيه والشبكات كلها بالتعاون مع وزاره الاتصالات، ده في الامتحان التجريبي الاول والثاني. في الامتحان الثالث اطمأنينا على كفاءه ال 1792 لجنه رسميه من حيث برضه البنيه التحتيه، اشتغلت بنسبه 100% ودي هتنفعنا في السنوات القادمه كلها، يعني استثمار كبير جدا. واطمأنينا على كل ده، والولاد جربوا البابل شيت، كان في مخاوف تلاشت بعد ما شافوه وتعاملوا معاه، فكل ده كان مفيد جدا. تعرفوا على شكل الاسئله وعددها ونوعيه الاسئله، وهي مربط الفرس في التطوير الحقيقه. فالامور بالنسبه للطلبه اعتقد جيده جدا، بدليل الاعداد الهائله اللي بتدخل منهم على المنصات وعلى قناه مدرستنا وعلى منصه اداره التعلم، ارقام الحقيقه مبهجه يعني. فالولاد ماشيين كويس جدا، يمكن في تخوفات من اولياء امورهم اكثر من الولاد نفسها، بس يعني التجربه طمنتنا على البنيه التحتيه، ودي الحاجه اللي رسمناها بالنسبه لدي. سياده الوزير بنيه التحتيه طمنتوا عليها؟ لا، احنا الامتحان يعني البنيه التحتيه شغاله الكلاود، لو احنا نشتغل على السحابه مش على الخوادم في المدرسه، بتشال بنسبه نجاح 99.6%. ال4% دي مخاطره مش عاوزين ناخدها في امتحان الثانويه العامه. وبالتالي مش ممكن في اي امتحان تاني، بس مش في الثانويه العامه، لانه صعب لو حصل اي مشكله ان شاء الله العشر تنفار نتعامل معها بسهوله. فده يخلينا ناخد الجانب الحيطه يعني. انما كبنيه تحتيه تمتلكها الدوله فهي جيده يعني بشكل نفخر بيه. السيرفرات شغاله بنسبه 100% اللي هي في المدارس، ولكن احنا لاحظنا ان الكثير من اولياء الامور والطلبه، اولياء الامور اكتر الحقيقه، متوترين من فكره ان احنا ليه نكتب الاجابه على ورقه ونكتبها في نفس الوقت على الشاشه، مع انه يعني مساله لا تخرج عن تظليل دايره وضغطه على الشاشه مش اكتر، مفيش كتابه حتى. فقلنا لا، احنا يهمنا اكتر التركيز على قلب التغيير وهو الاسئله نفسها. وده عشان كده قلنا بلاش النص الالكترونيه، خلينا في الورقي عشان نتفادى ان في اي نقطه في مصر مثلا كهرباء بتاع او يحصل اي حاجه تثير قلقهم، ادي الورقه بتاعت الاسئله وادي البابل شيت تجاوب عليه. ليه بابل شيت؟ علشان عاوزين نصلحه الكترونيا. زي ما امر السيد الرئيس ان التصحيح يكون الكتروني عشان نتفادى العامل البشري، ونحقق قدر اعلى من الدقه في الارقام نظرا لاهميتها يعني. بس هيبقى موضوع بسيط خالص، في كراسه اسئله وفي ورقه اجابه بنظلل عليها الاختيارات بتاعتنا، والتابلت موجوده معاهم بيسجلوا بيها حضور الكتروني وبيشوفوا بيها كتب المدرسيه لو حبوا، او يدخلوا بكتاب مطبوع، ده اختيارهم يعني. هل في سلبيات ظهرت في الامتحانات التجريبيه الثلاثه؟
يعني رصدنا للأسف عدد لا بأس به من الولاد عملت هاكينج للتابلت أو هكرتها زي ما بيقولوا علشان تستخدمها أثناء الامتحان في مآرب أخرى يعني. وفي ولاد اشتروا تابلت شبه بتاعة الوزارة وحطوها في الكفر بتاع الوزارة. وفي بعض الناس يعني عملت كتب شبيهة بكتب الوزارة بس حشوها من جوه بملازم وحاجات كده. فاحنا كل ده شفناه ووجهنا النهارده بوضوح شديد. اول ما يخش طالب اللجنه التابلت بتاعته هنعرف باساليب تامين مش هنعلن عنها يعني دلوقتي اذا كانت داخل المنظومه او خارجها. لو كانت خارجها هنسحب التابلت من ايد الطالب ومش هياخده طوال فتره الامتحانات. اي حد دخل بكتاب غير الكتاب الطبيعي بتاع الحكومه او اللي عليه ملاحظاته هو مش ناقل فيه ملازم ولا حاجه ده اوكي، لو ناقل بقى فيه عامله برشام يعني ده هيعامل معامله الغش. فاحنا وضحنا ده النهارده ليه؟ علشان نضمن بس تكافؤ الفرص بين طب المجتهد والملتزم وما يجيش حد باساليب اخرى ياخد مكانه. كم واحد سياده الوزير اللي عملوا التحايل اللي سيادتك بتقول عليه وازاي جاب وقت عشان يعملوا التحايل ده؟ والله يوم لو كان قدر الذكاء اللي سمح لهم بكده كان افضل يوجهولي للمذاكره، بس يعني للاسف هي حاجه من كتر الضغط اللي بيتحط عليهم يلجأوا لاساليب الحقيقه مش جيده، ودي حاجه نتمنى انها تزول مع الوقت ونفهم انه مش لازم نجري ورا بعض، اصح ان انا اتعلم واخد حقي وما اخدش حق غيري. فلا العدد اللي احنا بعتنا لحوالي 2000 طالب قلنا لهم احنا عارفين انكم عملتوا كده فبنديكوا فرصه قبل الامتحان تصلحوا ده لان دخول الامتحان بيه هيبقى مشكله. فيها ايه؟ فيها منع من الامتحانات ولا وقف ولا فصل ولا لا؟ يعني اكثر خطوه رحيمه ان احنا ناخد التابلت قبل بدايه الامتحان من الطالب اللي خرج التابلت من المنظومه وما يبقاش معاه. على الاقل نمنعه من الغش، انما لو كان تسربوا بقى واكتشفناه اثناء الامتحان هيعامل معامله الغش ويتعمل محضر ممكن يفقد سنه من عمره او اكثر. سنه من عمره ممكن ده على الاقل. ده قانون الغش اللي احنا هنطبقه السنه دي اول مره ولا ده القانون المعدل؟ ايوه يعني يخضع ليه طلبه التعليم قبل الجماعي والجامعي. نعم. والعقوبات تم تغليظها فيه لانها ظاهره بتسيء لمن اجتهد كثيرا، فبالتالي كان لازم يبقى فيه يعني لو في كاميرات في اللجان كمان بنشوفها مركزيا. مركزين. واي نوع من اي نوع من الغش عن طريق تسريب تليفون ده كده الطالب يعاقب عقاب جامد، وكمان من سمح له بهذا يعاقب ايضا. هايل. هل في تغيير في الجداول والاسئله او الوقت يعني التجربه الاثنين؟ ايه اتفضل يا فندم. لا الموضوع ده عشان بس نقضي الفترة اللي جاية في المذاكرة الموضوع ده منتهي تماما. لا جدوى من الكلام فيه. الجدول المعلن انتهى أمره هيتم كما أعلن تماما. وعدد الأسئلة والوقت كله اللي شافوه في الامتحان التجريبي هو اللي هيجي في النهائي. وهنكتب على ورقة ونستخدم التابلت كمصدر للمعرفة عن طريق تصفح الكتاب. ونكمل بقى مع بعض وإن شاء الله تمشي كويس خالص. فيعني احنا شلنا كل اسباب القلق وسمعنا المقنع واللي اقل اقناعا بس شلناه برضه. واحنا ازاي هنكتب في الاثنين؟ طب بنكتب في حاجه واحده. طب عاوزين وقت زياده؟ خلاص اهو مش محتاجين وقت زياده. طب احنا خايفين من كذا من كذا؟ والله مسكناهم واحده واحده وعملنا كل ده. وسعداء ان عندنا بنيه تحتيه جيده جدا تساعدنا بقى في السنوات الجايه لطلبه اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي. فان شاء الله السنه الجايه يبقى الامتحان الالكتروني بالكامل. بس عاوز اوضح فكره الامتحان الالكتروني دي عند البعض تهيأ لهم ان هو ده التطوير. التطوير ملوش علاقه بالتابلت نهائيا. التطوير هو تغيير طريقه الاسئله. وده ابتدى سنه 2018 ثم ما ركزوش عليه الا دلوقتي للاسف. بس هو معاهم شافوا الاسئله دي في اولى وثانيه وثالثه ثانوي. الأسئلة دي مش جاية نصيا من اللي كان موجود في كتاب الوزارة أو كده، دي بتقيس فهمهم لمستهدفات التعلم. ده سؤال مختلف وسؤال اختيار من متعدد ومدخلينهم بالكتاب كتاب مفتوح يعني شيء جديد خالص. فالهدف بالنسبة لنا هو أنهم يغيروا الطريقة اللي بيذاكروا بيها بدل ما كانوا بيحفظوا، عاوزينهم يتعمدوا الفهم. ووفرنا لهم منصات أشكال وألوان.
يعني على التلفزيون وعلى الانترنت وعلى التابلت كل حاجة تخيلها وبيدخلوا عليها فعلا. والتابلت جبناها علشان الطالب الفقير والغني والقادر وغير القادر واللي في القرية وفي المدينة يبقى عنده إتاحة لنفس المحتوى كلهم يستووا في هذا. ده هدف التابلت، كانش هدفه الامتحان، كان هدفه الوصول للمحتوى. وبندرس في الفصول على الشاشات الذكية كلنا نتناقش ونفهم زي ما كان بيستهدف التغيير يعني. استخدام التابلت بقى كوسيلة امتحانية له مزايا، بيوفر لنا فلوس بمئات الملايين من طباعة. حضرتك بتتكلم على طباعة 8 مليون كراسة امتحان كل واحد 16 صفحة، فشيء هائل في التكلفة ونقلها وتوزيعها واستندقها وكل القصة دي والتسريب أحيانا، وكمان نقل الإجابات. لو كان الامتحان إلكتروني بالكامل هيوفر علينا وهيشيل العنصر البشري وهيضمن مستوى أعلى من الجودة. بس ما هواش لب التطوير يعني، هو السؤال هو نفسه ممكن أجاوبه على الشاشة أو على الورقة. فإحنا في الجولة دي، الجولة الأولى، ما حبيناش نخلط الأوراق، نقول لهم نجاح التطوير مش في التابلت، نجاح التطوير في أنك تبقى قادر تحل الأسئلة الجديدة لمت بما يكفي لهذا. هو ده الهدف سيادة الوزير، ده اللي هنحاول نشوفه. هل تغيير نظام أو طريقة الأسئلة يخلي عندنا طالب زي ما كنا بنشوف جايب 101 و102 و104% ولا صعب؟ لا ده بالعكس، ده انا حاولت اشرح ده علشان الناس تبقى مستعدة لما هو قادم. الثقافة اللي احنا بقالنا سنين ماشيين عليها عشان الاسئلة كانت تقريبا معروفة يعني هم كانوا بيبقوا عارفين حوالي 100 سؤال كده في كل مادة الامتحان بيجي منهم، وكانوا في الدروس يسمعوا احنا ضامنين امتحان هيجي من المجموعة دي ويركزوا عليها، وفعلا فهم كانوا متعودين وحافظين عدد الأسئلة والنمر، فما فيش أي نوع من الامتحان يعني الحقيقة، فكانوا يقدروا يجيبوا 100% وأكتر. الأسئلة اللي تتعمل مظبوط زي العالم كله بقى اللي هي في بنوك أسئلة ومعمولة بمستويات صعوبة بتقيس مستويات مختلفة في التفكير والفهم، محدش بيجيب فيها 100% عموما. يعني حضرتك ما تلاقيش في الامتحان الامريكاني او الانجليزي او اي حاجة، اي امتحان دولي حاجة اسمها 100%. هو الاول بيجيب اعلى واحد وبنشوف بيعملوا نسبة بين الطلاب وبعض، بيشوفوا متوسط الدفعة فين. فهنرجع بالعكس، احنا متوقعين ان المجاميع تبقى زي زمان، يعني ممكن تلاقي الاول على الجمهورية جايب مثلا 87% 88%. فبنحاول نقول للولاد والأهالي أيامنا ثانوية عامة عندنا أول على الجمهورية كان 87%. أول امتحانات، وده كان شيء عادي خالص. وبعدين فالناس مش فاهمة ده لأنهم اتعودوا على حتة أنا أقفل الامتحان. فإحنا بنقول لهم بصوا يا جماعة دي منافسة بينكم، أقفل الامتحان منافسة بينكم وبين بعض، بنشوف أعلى واحد وبننزل كده، والتنسيق بياخد من فوق لتحت. والله لو كان اعلى واحد جايب 85 يبقى اعلى كليه تاخد 85. مفيش بقى الارقام القديمه، فما تقيسوش على القديم. تعالوا دلوقتي نركز على المذاكره وفهم التعلم نفسه. والاسئله هتبقى للي اتعلم وذاكر بالطريقه دي هتبقى بسيطه جدا. وهيحقق يعني طالب المجتهد لن يجد صعوبه مع هذه الامتحانات يعني خلاص. حتى نظام التنسيق هيكون مختلف عن السنه اللي احنا عشناها سنواتنا كلها. لا لا لا، التنسيق زي ما هو، بس هو بيقيس على النتيجه اللي جايه له. هو لحد السنه اللي فاتت كان زميلي خالد عبد الغفار يعني بيشد شعره بيقول لي انت بعت لي نتيجه 30% من الدفعه جايبه فوق 95. ده رقم يعني صعب في اي امتحان بيقيس مظبوط يطلع كده. وبيقول لي احنا كده عشان نعمل التنسيق بنتعب جدا، الكيرف مش مفرود يعني، هو كله في نقطة واحدة. فده هيتغير مع طريقة الاسئلة الجديدة. بس انا مش عاوز الناس تقلق منه، انا عاوز اقول لهم الطالب اللي اجتهد وتعلم بجد وفهم مخرجات تعلم الامتحان ده بالنسبة له سهل جدا. اللي هيجده صعب كان بيذاكر بالطريقه القديمه او ما سمعش كلامنا وفضل يروح الدروس ويقرا الملازم كانه مش سمعنا. مع ان احنا في المنصات اللي هي منصه حصص مصر ومدرستنا واحد واثنين ومنصه اداره التعلم بنديهم اشكال والوان من النماذج الاسترشاديه والطريقه دي في الاسئله. فاللي شافها وتالف معاها هيجد الامتحان سهل جدا. اللي ما ذاكرش بالطريقه دي ومشي على الطريقه القديمه بتاعت الدروس والحفظ والبتاع ده اللي هيتعب شويه، لانه ما خدش باله على مدار الثلاث سنين احنا بنحاول نعمل ايه.
هل سيادة الوزير السنة دي مش هنلاقي قدام المدارس ولا حواليها مكبرات الصوت والحق والسؤال الفلاني والإجابة الفلانية والحاجات دي؟ مش هنلاقي الكلام ده السنة دي؟ لا ازاي؟ لا طبعا ده يعني معانا طبعا يعني جهات سيادية بتشرف على تأمين كان وفي كوردون الأهالي نشدناهم النهاردة ما يجوش جنب المدارس خالص لكذا سبب. يعني احنا في وضع في كورونا، ثانيا مفيش أي منطق ان انا جاي على باب المدرسة، مطلوب نسيب للولاد فرصة تشتغل في هدوء، فلا ده لن يسمح به الاقتراب من المدرسة. التسريب صعب؟ أي امتحان؟ لا ولا وارد؟ لا احنا بقالنا سنين الحقيقة بنعمل امتحانات بكل الأشكال، ورقية وإلكترونية، ما كانش فيها موضوع التسريب خالص، وأي حد بيدعي هذا ده نصب واحتيال على جيوب الناس. ياريت ما نسمعش لمن يدعي هذا. الغش الإلكتروني هو المشكلة الأكبر، اللي هو أن حد مثلا بشكل أو آخر يدخل تليفون جوه اللجنة ويروح مصور الأسئلة وبعتها لحد عشان يحلها له. ده هيطبق عليه قانون الغش فورا، وهنعرف طبعا أنه صور الورقة. فأنا بقول له بلاش تحط نفسك في الموقف ده، لأن بعد 10 دقايق بالضبط تلاقي مباحث الإنترنت بتمسكك. 10 دقايق عندنا منظومة كده. من السنة اللي فاتت كانت كده. نعم ان شاء الله باذن الله وتعدي الامتحانات باذن الله يا رب، والاجراءات الصحيه اللي احنا معتادين او اللي شغالين عارف ما فيش مشكله في ده، يعني زي ما كان السنه اللي فاتت. بنشكر بنشكر وزاره الصحه عامله يعني خطه استراتيجيه بتتعاون معانا لتامين اللجان. الولاد واخدين اعلى خدمه ممكنه من الدوله من اهتمام السيد الرئيس شخصيا ودوله رئيس الوزراء. والنهارده كنا في المجلس قبل ما نطلع المؤتمر الصحفي كل ده ناقشناه في مجلس الوزراء. يعني عايز اقول لاولياء الامور يا جماعه اطمئنوا، كل زملائي الوزراء اتناقشوا في الحاجات دي، مش انا بس، ودوله رئيس الوزراء والسيد الرئيس نفسه عارف كل التفاصيل. فبالتالي مفيش حاجه في دوله تانية حتى بهذا القدر من الاهتمام. وطبعا وزاره الداخليه مشكوره معانا، شريك اساسي في خطوات كتيره جدا، وبتامن كل اللي احنا بنتكلم عليه ده، الاوراق وهي رايحه وجايه، وفي تصحيح الكتروني ما فيهوش عنصر بشري، وبالتالي كل ده يريحكم. وهي منافسه بسيطه بين الولاد بينهم وبين بعض ولا تخرج عن هذا، وهم ماشيين كويس واحنا شايفينهم بيذاكروا منين دلوقتي، ودي نقله كبيره جدا 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 هنبقى سعداء بيها بعد ما يخلص ان شاء الله. مين سيادة الوزير اللي عمل الامتحانات او الوضع الامتحانات؟ اختيار اللجنه بيتم ازاي او الوضع عايزين الامتحانات؟ ده سؤال كويس ما بيجيلناش فرصه نتكلم عليه. لا ده مشروع كبير قوي في حد ذاته، كل اللي كان بيحصل زمان حضرتك انساه خالص. احنا اللي بيعمل الامتحانات مركز ضخم جدا، دي شغلته الوحيده، اسمه المركز القومي للامتحانات والتقييم، وليس مستشار الماده كما كان في السابق. اللي احنا بنعمله مش بنحط اسئله امتحان، احنا بنبني بنوك اسئله. الاسئله دلوقتي بقت مش بقى علم كبير، فبقى السؤال له مواصفه، في حاجه اسمها مواصفه السؤال. حضرتك بتحدد السؤال ده هيقيس انو مخرج تعلم في الماده دي. احنا بنعمل سؤال احياء، السؤال ده بيقيس المخرج التعلم اللي كان مستهدفه درس 2 من الوحده الاولى. وبعدين بنعرف شكل السؤال، هل هو مقالي ولا اختيار من متعدد ولا صح وغلط ولا ولا ولا. وبعدين بنحدد درجة الصعوبة، هو بيقيس الفهم ولا التطبيق ولا عمق المعرفة. فكل سؤال له مواصفة، فبعد ما بتبني بيبنوه مثلا فريق بتاع أحياء ما يقلش عن 12 إلى 15 معلم. معلم خبير يعني. وبعدين بيروح بعد كده لمجموعة أخرى بتقرا الأسئلة دي وبتطبقها مع المواصفة. وبعدين مجموعة ثالثة بتشوف الجودة بتاعت اللغة والترجمة والصور. كل ده عشان نعلم على السؤال ده انه خلاص عدى كل الاختبارات عشان يخش بنك الاسئله. احنا طول السنه بنملى بنك الاسئله، ففي الكيمياء وفي الطبيعه وفي الاحياء وفي التفاضل عشرات بل مئات الاساتذه اشتركوا في وضع هذه الاسئله، مش واحد ولا اتنين. واتعرضت لنفس الدوره. في بنائها. لما بنيجي بقى نعمل امتحان، حضرتك بتقول لي مين بقى بيحط الامتحان؟ بيبقى فيه بعد ما بنينا خلاص بقى عندنا بنوك اسئله، بقى عندنا مئات الاسئله في كل ماده. بنعمل بقى حاجه اسمها مواصفه او خريطه الامتحان. فحضرتك بتيجي تقول انا الامتحان ده عاوز
الدرس الأول والثالث من الوحدة الأولى، عاوز أقيس مخرج التعلم الفلاني بمستوى صعوبة واحد ولا ثلاثة ولا خمسة، بتقول الكمبيوتر الخريطة دي وتقول له أنا عاوز 50 سؤال وصفهم كده. الكمبيوتر هو اللي بيدخل جوه بنك الأسئلة وبيسحب حسب المواصفة، مش إحنا. فبياخد منها زي ما بتسحب من اللوترية كده. فبيطلع الأسئلة بالمواصفات اللي تم برمجتها. فبيطلع امتحان محدش فينا ولا في الأسئلة دي يعرفه. وده عشان كده التسريب صعب جدا، لأنه محدش حطه، ده كلنا اشتركنا فيه وتعرض للدورة دي. فده سيستم تاني خالص. وعشان كده لما بنتكلم على الدولة بقى، مش على الامتحان ده بس، كون ان الدولة تمتلك بنوك اسئلة ده شيء كبير جدا، لان اللي بيمتلكوا بنوك اسئلة في العالم كله 4 أو 5 دول. احنا بقى عندنا بنوك الاسئلة، عندنا السيستم بتاع صناعة الامتحان ده، وكان ممكن نعمله الكتروني لو عاوزين، ونوفر الطباعة والتصحيح اليدوي، ولكن المرة دي في اول جولة عشان ما نشتتش الناس، ويعني احترمنا مخاوفهم من البنية التحتية احيانا، افرض الكهرباء قطعت مش عارف. طب خلاص هنكتب نفس الأسئلة على ورقة، يعني زي ما حضرتك شفت القضية كلها في الأسئلة، مش بيكتب على ورقة ولا على شاشة، ورقة، وحضرتك تعمل لي الإجابة في بابل شيت. ليه بابل شيت؟ عشان احنا عاوزين نصلحه إلكترونيا مش يدويا، يعني مش هنعمل لجان تصحيح بقى. الأوراق دي كلها تروح لمكان واحد بيحصل فيه سكان. ما عندناش لجان تصحيح السنة دي خلاص. لا، ده بيتصحح بالكمبيوتر، وعشان كده كل الأسئلة اختيار من متعدد عشان الكمبيوتر يصلحها لوحده. ولا كان عندي مناطق، منطقة الصوت ومنطقة مش عارف ايه، كل ده مش لا 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 لا, لا. عشان كده بقول للأهالي اطمئنوا الى دورة بناء الأسئلة وجودتها، ثم طريقة صناعة الامتحان ما فيهاش عنصر بشري، ثم طريقة التصحيح ما فيهاش عنصر بشري برضه. فالامتحان مش ورقي بالمعنى الكامل زي زمان يعني، فهو مختلف. واعتقد اول ما يخلص وهم يطلع النتيجة وكل واحد يلاقي مكانه في الجامعة، كلنا هنشوف بقى، هنبتدي ناخد بالنا من اللي انجزناه في الفترة دي. واعتقد الدفعة دي في الجامعة هيكون ادائها جيد جدا، وهنسمع من زملائنا في الجامعة طبعا رأيهم فيهم بعد ما يروحوا لهم. يعني كل التحية والتقدير لحضرتك وكل المشاركين في هذا الجهد الكبير لامتحانات الثانوية العامة أو حتى منظومة التعليم بشكل عام. أشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق شوق، وزير التربية والتعليم الثانوية العامة طبعا، والاستعدادات والتجهيزات للامتحانات إن شاء الله خلال الشهر القادم. النهاردة كان في مجلس النواب كلام وطرح حوالين السكك الحديدية وسائل النقل، وتحدث النائب محمد أبو العيني وكيل المجلس عن حلقة اللي كنا عملناها مع سيادة وزير كامل الوزير، ولكن طبعا اتكلم على المتابعة لهذا كلام الوزير وعلى غرفة التحكم المركزي اللي هي أول قناة تدخل هذه الغرفة وأول برنامج يدخل هذه الغرفة، ونعرض من الغرفة عملية النظام الحديث. أنت بتحدث نظام التعليم أهو، طب النقل ما احنا بنحدثه أهو كمان، اللي هو أنت بتحدث في كل حاجة حاجة حديثة تصل لي أحدث شيء. الغرفة دي نظام التحكم الآلي في سير القطارات هو أحدث نظام موجود في العالم، موجود النهاردة، موجود في مصر. تحدث عنه النهاردة النائب محمد أبو العيني وكيل مجلس النواب. نتابع ثم فاصل وعود لحضراتكم. شكرا جزيلا سيادة النائب محمد أبو العنين. شكرا سيادة الرئيس، اسمح لي في البداية أحيي اللجنة الموقرة على التقرير القيم، وأحيي الحقيقة الحكومة على برنامجها اللي تقدمت به، اللي وصل حوالي في موازنتها حوالي 225 مليار جنيه، ودي ميزانية الدول لتحديث منظومة السكة الحديد. عايز أقول إن السكة الحديد الحقيقة اتظلمت 50 سنة، نص قرن وهي منهارة، لكانت الفلسفة كانت عملية الإحلال والتجديد، كان الفكر كله بيقوم إحنا نطور هذه المنظومة إزاي عن طريق الإحلال والتجديد، وفي الوقت نفسه هي مخصرة، هي قطاع الدولة بتدعمه، فيعني التذاكر كلها ما كانتش أبدا بتغطي التكاليف اللي موجودة. الحقيقة منظومة النهاردة
في عملية التحديث، والتحديث طبعا زي ما احنا عارفين غير التطوير، التطوير ده موضوع احلال محل احلال وتجديد، لكن التحديث هو الجديد. الجديد بعد ما ظلمنا جيلين كاملين في الاصلاح. منظومة السكة الحديد بدأت زمان قوي بالفحم، وبعد الفحم جه الديزل، وبعدين جت الكهرباء، والنهارده بنتكلم على المجال المغناطيسي، بنتكلم عن تكنولوجيا جديدة هي تكنولوجيا المونوريل والتكنولوجيا اللي هنشوفها بعد كده. العنصر البشري في كل الحالات دي بيتطور، ولا يمكن ابدا ان انا اشوف واحد زمان كان اسمه الدريسة، العامل اللي بيشوف موضوع الصيانة في القطارات، كان يبص يشوفها كده بمجهود شخصي بخبرة شخصية. ده ما ينفعش النهارده نقف في كنترول روم يتفرج على المنظومة الجديدة في التحديث والإشارات. من يومين كان معالي السيد وزير النقل بيشرح في أحد القنوات الفضائية على منظومة التحديث، وشفت استوقفت الحقيقة المنظر ده لما شفت شاشة التلفزيون اللي قاعد عليها موظف محترم بتقول له إيه اللي بيحصل على الطريق كله، وبتديله الإشارات الخضراء والحمراء والصفراء، وفي نفس الوقت غرفة الكنترول روم شايفة القطارات والتقاطر فيها ماشي ازاي. هنا الحقيقة احكام الرقابة عشان العنصر البشري واخطائه، ما بقاش فيه النهاردة اخطاء العنصر البشري. والراجل الحقيقة المسؤول لما قال ان انا بتكلم على 10 ناقص اس 9 ده يعني بالمعنى الرياضي معناها ان الاخطاء تكون صفر. هنا منظومة التحديث الحقيقية. انا الحقيقة بحيي المجهودات الفكرية الجديدة اللي ليها تطلعات جديدة، وهذا القرض، هذا القرض النهاردة جاي عشان يبني البنية الفوقية، يبني بنية العقول التكنولوجية اللي هتدير هذه المنظومة، وده مطلوب، لأن العامل بتاع زمان ده النهاردة اللي كان في وسط ظروف وملابسات حاجة، والنهاردة التقدم العلمي الحضاري اللي بيراعي فيه المنظومة التكاليف. الحقيقة استوقفني أيضا صراحات معالي الوزير لما بيقول لما بناخد قرض أو بنعمل مشروع له دراسة الجدوى هو هيصرف على نفسه، ما بقاش فيه النهاردة حتى القطاعات المخصرة، لا هو قطاع هيصرف على نفسه نتيجة الكفاءة، نتيجة تخفيض تكاليف التشغيل، أو نتيجة الإدارة الحكيمة أو الحكومة الحديثة اللي بالدولة بترعاها. أنا الحقيقة سعيد جدا بالقرض، وبحيي اللجنة الموقرة على كل الأعمال الحقيقة والزيارات الميدانية والشغل المحترم اللي قدمته، وبحيي كل زملائي في أعضاء اللجنة اللي بيقوموا بهذا العمل، وشكرا سيادة الرئيس. نروح لبروكسل وزميلنا مجد يوسف التقى أحد علماء الفيروسات في بلجيكا اللي اتكلم على التطعيمات اللي موجودة ومواجهة التحورات اللي موجودة في مختلف دول العالم النهاردة، واللي أصبحت يعني بتصدر رعب كبير. ولكن منظمة الصحة العالمية النهاردة قالت ما عندناش دليل لحد النهاردة أنه تحور دلتا اللي منتشر في العديد من البلدان أكثر خطورة من الوباء نفسه أو من بداية كورونا أو كوفيد 19. تعالوا نتابع ماذا قال عالم الفيروسات البلجيكي حول اللقاحات اللي موجودة ومدى مواجهة التحورات الجديدة. حتى هذه اللحظة لدينا تأكيدات علمية أنه بعد أسبوعين كحد أقصى من الحصول على الجرعة الثانية من أي مصل مضاد لفيروس كورونا يصل الشخص إلى الحماية شبه الكاملة. ولدينا تأكيدات علمية أيضا أن التطعيمات الموجودة حاليا تتغلب بصورة كاملة على كل ما حدث للفيروس من تحورات، بما في ذلك التحور الأكثر خطورة المعروف باسم دلتا. لكن لا نعلم ماذا سيحدث غدا وكيف سيتحور الفيروس مجددا، وهل التطعيمات الحالية ستكون قادرة على مواجهة التحورات. ولأننا تعلمنا كثيرا من مواجهة فيروس كورونا منذ أن انتشر مارس العام الماضي، فقد قررنا كعلماء أن نبدأ التحضير مبكرا لمواجهة التحورات الممكنة. أسترازينيكا على سبيل المثال بدأت العمل بالفعل على مجموعة اختبارات لمواجهة التحورات المحتملة للفيروس، ونحن كعلماء في بلجيكا وبما لدينا من خبرات فقد وافقنا على التعاون في هذه الاختبارات.
ما نسعى إليه الآن هو تصور للتحورات الممكنة للفيروس وإيجاد المصل المناسب أو شبه المناسب حتى لا نضيع الوقت لو تحور الفيروس. هناك أيضا أفكار أخرى نعمل عليها مثل إيجاد مصل متطور يكون قابل للتطوير السريع إن احتاج الأمر. الفيروس لن يبقى كثيرا على هذا الشكل، وإن آجلا أم عاجلا سيتحور بشكل لا تستطيع التطعيمات التعامل معه، لكن الفرق الوحيد هو أننا بدأنا فعلا الاستعداد لهذه المواجهة حتى لا نعود لنقطة الصفر. لن نسمح للفيروس أن يعيدنا إلى حالة الحجر التام، ونعلم الآن ما يكفي عن هذا الفيروس للاستعداد له ولمواجهته والانتصار عليه. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، اشوفكم بكره ان شاء الله. صباح الخير.